تحيه من اسواق بيروت لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان بالدول العربيه والعالم. حلقه جديده من ببيروت بتطل عليكم مشاهدينا، حلقه منوعه بفقراتها بتشوفها بكل المواضيع، المواضيع الصحيه، المواضيع الاجتماعيه، المواضيع التربويه عفوا، كل المواضيع اللي بتهم كل افراد الاسره. ساعتين ونص من الوقت رح نوضيها انا وياكم مشاهدينا. ونيفين بونسوار نيفين بونسوار جويس، كيفك؟ منيحه انت؟ الحمد لله تمام. انا بحييكم بدوري، واليوم من الابتكارات الجديده حفل البيبي شاور، هالحفل اللي بينقام قبل ما يخلق المولود الجديد، بيتقدم فيه كل الهدايا وايضا له زينه خاصه، رح نفوت اكثر بالتفاصيل خلال حلقتنا لليوم. خلينا هلا نحن وياكم مشاهدينا نتعرف على اهم فقراتنا وضيوفنا بحلقه اليوم بهاللمحه السريعه. اليوم في ببيروت الفنان وسام هلال يملأ حلقتنا بصوته العذب ونتعرف إلى جديده. عرض أزياء مباشر من توقيع كارين فرسون ومينا منيمنين. الإدمان على التسوق موضوع دكتور جوزيف خوري. كارول لحوت تحدثنا عن الغيرة بين الأولاد. أخطاء المكياج التي يرتكبها المشاهير أخرهن أنجلينا جولي مع مايا شكر، وغيرها من الفقرات والضيوف والتقارير العالمية في حلقة غنية كما عودناكم، فابقوا معنا. ما بدي انسى رحب مشاهدينا بكل المشاهدين اللي عم يتابعونا ايضا غير شاشه ال بي سي الفضائيه، قناه روتانا خليجيه، واكيد انا اكيد انه رح تتابعونا كل هالساعتين ونص لانه كل فقراتنا بتهم كل فرد من الاسره. مشاهدينا الموضه دائما لها حصه كثير كبيره ببرنامجنا، واليوم رح نتعرف على مفهوم جديد بعالم الموضه اللي هو جراج لوكس مع ضيفتينا كارين فرسون. اهلا وسهلا فيكي كارين. اهلا فيك جويس. ومينا منيمنه كمان، اهلا وسهلا فيكي مينا. اهلا فيك جويس. خبروني بدايه شو هو جراج لوكس، نفسر للمشاهدين اكثر عن هالمفهوم الجديد للموضه. جراج لوكس هي شركه مبنيه على فكره اعاده تداول اللكجري فاشن ايتمز للنساء، لحتى النساء اللي عندهم اغراض كثير ما بقى عم يستعملوهم يبيعون يستفيدوا، وبدورهم النساء اللي بحبوا يلبسوا هاللكجري ايتمز بياخذوهم اسعار منخفضه كثير. يمكن مش اول مره بنسمع بهالمفهوم، ولكن عم نشوف انه عم يعمل نهضه شوي اكثر. مينا، قد ايه بتحس اليوم الصبايا عم تتقبل انه تلبس تصاميم ملبوسه سابقا من قبل صبايا قبل؟ ليكي هيدي فكرة موجودة من قبل بيوروب بأمريكا، وعشانك نحنا شفنا انه هون في نيش ماركت، العالم العربي كتير بيلبس لكجري وكتير بحاجة لهيك نوع حل ليرجع يتداول ويلبس القطع اللي هي كتير حلوة وبراند كتير تقيلة، انه حرام انه انعرضت مرة وتقعد بالخزانة. فخلقنا فكرة جراج لوكس، وهي ثرو ذا ويب سايت والسوشيال ميديا فيهم يلاقونا فيها، وكمان فيهم ياخذوا ابوينتمنت ويجوا على الشوروم لعنا، وبكل ديسكريسي فيهم يجوا لعنا ويشتروا الاغراض. اكيد هلا بنتعرف اكثر اكيد بخلال الحلقه كيف بيتم التواصل معكم. كارين، عم نشوف فستانين او يمكن اوفرول وفستان، خبريني عن البراندز، هن من تصاميم مين؟ هن اثنيناتهم جامب سوتس. الابيض هو ديزاينر سيلين، International Design Celine، وحاملة ساك شانيل. واللوك الثاني الجرين هو كمان جمب سوت بس ببين فستان، هو من تصميم إليسا عب، وحاملة كمان ساك روبرتو كافالي. روبرتو كافالي. مينا، خبريني أكثر اليوم على أي أساس بتنقوا بعض التصاميم يلي عم، يعني مين ما كان بيقدر يجي لعندكم يقول لكم أنا هذا التصميم بدي بيعه لكم؟ نحن مين ما كان بيقدر يجي لعنا ويجيب لنا اغراضه، اكيد نحن بنعمل سكريننج وسلكشن كثير عالي شوي، هيدا اللي بيميزنا يمكن عن غيرنا، لانه بننقي القصص اللي كثير ترندي واللي بعدها على الموضه. نحن مش فينتج ستور، ما بناخذ موديلات كثير قديمه، منشان نحافظ على ستاندرد معين ويكون في ناس تلاقي يعني تحس كانه هي نزلت على السوق وتلاقي التصاميم اللي بعدها هلا. نعم اكيد رح نتعرف اكثر على هالتصاميم وعلى هالكونسبت الجديد خلال حلقتنا، مشان هيك بدعي دائما كل المشاهدين يضلوا عم يتابعونا للاخر. نرجع لعليك نيفين.
مع معالجة نفس حركة كارولا حود رح نتعرف أكثر بحلقتنا لليوم على موضوع الغيرة بين الأولاد. أهلا وسهلا فيك كارول. أهلا فيك. كيفك؟ سافا. هل الغيرة هي صفة مشتركة بين الأطفال أو هي معتقد خاطئ؟ هي صفة مشتركة عند الأطفال، بس البعض منهم بيبينها بطريقة مختلفة عن البعض الآخر. كمان نعم. هيك ما فينا نقول بطريقة إجمالية إنه الغيرة وين ما كان بتكون مثل يعني عند كل الأطفال بتبين بنفس الطريقة. شكرا لك كارول، رح نفوت بالتفاصيل أكثر خلال حلقتنا. وعودة لجويس. الموسيقى والغناء كمان رح يكون لهم حصة كتير كبيرة ببرنامجنا مع الفنان وسام هلال يلي رح يعرفنا على أجدد أغانيه وأعماله المصورة خلال حلقتنا. هودي هن اهم فقراتنا لليوم مشاهدينا بحلقتنا المنوعه. بدعيكم اكيد تنضموا لنا بعد هالفاصل الاعلاني. بتبدا حلقتنا عبر الـ LBC وروتانا خليجيه. موعد جديد على الريفيرا الفرنسيه وتغطيه خاصه وحصريه لكان في الدوره 67. كان يا مكان خبايا خفايا ريد كاربت ستارز سيلبريتيز اند بارتيز. في هذه الحلقه رح نستمتع باجواء ما شفتوهاش قبل بتشوفوها خاصه معي انا في كان وفي تغطيتنا الحصريه للدوره 67. عودة مشاهدينا لمتابعة ببيروت عبر الـ LBC وقناة روتانا خليجية. بحلقة بما بحد بفقرتنا اليوم رح نحكي عن الغيرة عند الأولاد، هل هي طبيعية وإمتى بتصير مشكلة لازم نتوقف عندها؟ مع كارول لحود ضيفتنا المعالجة نفس حركة عند الأولاد. أهلا وسهلا فيكي كارول. أهلا فيكي. ماشي الحال؟ الحمد لله. كارول، كيف ممكن نحدد هالغيرة عند الأطفال؟ الغيرة عند الأطفال والغيرة عند البالغين هي ذاتها بالتحديد، يعني لما منحددها هي شعور بالحسد، يعني منحسد شخص آخر لامتلاكه شيء أنا ما عندي بالوقت الحالي أو بعرف إنه أنا بعدين ما رح يصير عندي. هيدا أول شيء، يعني هيدا هي بالمجمل الغيرة عند الأطفال. الغيرة شوي عند البالغين بتتعدى هيدا التحديد لتصير لما الشخص بحس حاله مهدد. يعني خلينا نحكي مثلا اذا حكينا بالكوبل، لما شخص من الكوبل بغار لما بحس حاله مهدد انه يخسر هالمكانه. عند الاطفال كمان انه الولد بحس حاله مهدد يخسر مكانته بالعائله لما بصير في طفل جديد اللي رح نحكي عنهم. هون بصير في الغيره بين الاطفال اكثر، يعني لما بيعرف بدايه انه امه حامل باخت او خي، هي بداية الغيرة. دايما بصير في تحضير كمان للطفل. كيف نحن بنقدر نساعد هون الطفل بهالحالة؟ كتير مهم انه نحن ما نحضره للغيرة، يعني مش نحن نبلش نقول له نحن رح نضل نحبك، ما رح ياخذ لك اغراضك. يعني نقول له للولد انه في طفل جديد رح يجي على العائلة بس بطريقة كتير ايجابية، يعني نقول له رح يصير في عنا هدية بالبيت، هيدا ولد جديد رح تلعب معه، يعني نحكي عن الموضوع بطريقة ايجابية. هيك بنخليه نحن كمان يفكر بطريقة ايجابية، لأنه إذا نحن أعطيناه أفكار سلبية تجاه هالولد اللي بعد
ما وصل. الولد بفترة 9 أشهر، هي 9 أشهر قليلة يعني لقلنا، بس للولد هيدي فترة كتير طويلة. بصير يعني عنده أفكار كتير سلبية تجاه هيدا الولد، وبعدين الغيرة بتبلش تبين أول ما يخلق الطفل. يعني بداية تصرفات لازم تكون من الأهل، الأهل هن يلي بيقدروا يحددوا قد ممكن توصل هالغيرة بين الأولاد. بداية هالتسعة أشهر، بعد هالتسعة أشهر لما بيخلق المولود الجديد كيف لازم نتصرف؟ الحياة بتضل عادية، يعني الأكتيفيتيز اللي بنعملها مع الطفل، خلينا نحكي عن الولد والطفل الجديد المولود الجديد، فإذا حياة الطفل بدها تضل عادية، ما لازم نحسس الولد إنه لأنه صار في بيبي جديد بالبيت تغيرت كل حياته، الأكتيفيتيز اللي كان يعملها بطل يعملها لأنه في شخص تاني حرمه منها، فإذا بنحافظ على حياة طبيعية مع هذا الولد. مثل ما قلت ما بنحكي عن الولد بطريقة سلبية عن المولود الجديد. كمان نصيحة للأهل إنه ما نجرب نعامل الولدين على يعني بنفس الطريقة، لأنه في أول شيء اختلاف بالعمر، في اختلاف، في فروقات فردية بين كل الأطفال. عمر له حقه، ولازم يفهم الولد هيدا الموضوع. صحيح، كل عمر له حقه، كل ولد عنده اهتماماته، ما فينا نتصرف مع ولد عمره 3 سنين بنفس الطريقة يلي الولد عمره شهر أو شهرين أو حتى سنة، يعني نراعي خصوصية كل طفل بذاته. نعم. طب ما بعرف، في يعني هدول نحن بنسمعهم دائما او يمكن بنقوم فيهم دائما، بس نكون نحن رايحين تنهني ام بمولود جديد وبنعرف انه اكيد اذا كنا كثير قراب من هالاشخاص بنعرف انه عندها طفل عمره ما بعرف 3 4 سنين، بنجيب كادوين، كادو للبيبي الجديد وكادو للبيبي الاكبر، هذا الشيء مزبوط حتى نفرجي يمكن انه مش بس نحن عم نعطي اهتمام لك، انت بعدك اخذ كل اهتماماتنا. صحيح، هيدا سلوك شوي سلبي، كمان في سلوك ثاني يعني بيعملوه الاهل هن لانه خشيه منهم انه يغاروا الاولاد على اعياد الميلاد، اذا عائله فيها ولدين على عيد ميلاد بنهدي الاثنين، بنجيب هدايا لاثنين، هيدا الشيء منه صحي لنمو الطفل النفسي، الولد لازم يعرف انه في وقت للاخر، الاخر موجود، هلا وقته هو ينبسط، نحن هلا عم نفرح لانه عيد ميلاد اختي او خيي، انا عيدي بعدين رح يجي، يعني اللي يعرف الولد انه كل فرد له اهميته، وكل مناسبة ممكن تكون لألك ممكن تكون لخيك أو أختك. صحيح، ونفسر له أنه إذا الشخص الثاني خيه أو أخته فرحانين هيدا ما بيعني أنه لازم يكون هو زعلان، وكتير مهم لما ولد يغار، لما نحن حسينا عليه أنه بيغار نحط يعني نساعده يعبر عن أحاسيسه، الطفل بعد ما بيقدر يعبر بطريقة صحيحة، أول شيء ما بنقول له أنت غيور لأنه هو بطبيعته منه غيور، الغيرة هي حالة بتروح وبتجي، بعدين بهالعمر ما رح كتير يفهم الفكرة أو يتقبلها بطريقة مثل ما يمكن نحن بس نحكي بين بعض. صحيح، فإذا ما منقول أنت غيور، منقول له أنت غرت أو أنت كنت بتحب يكون عندك مثل ما عند رفيقك، بس ما عليه، في ناس عندهم أكثر، في ناس عندهم أقل، وهون كمان لازم ننتبه على الحدود، ما نروح على الإكستريم نقول له إنه في أولاد ما عندهم شيء أبداً لأنه الولد بحس بالذنب، هون لازم نلفت إنه الطفل يلي بحس بالغيرة تجاه الآخرين هو طفل كمان بحس بالذنب، يعني شعور الغيرة بيكون مترابط مع شعور بالذنب، لأنه بحب خيه وأخته بحس حاله مذنب إنه هو عم بكن لهم شعور سلبي انه هو بغار منهم، فاذا يعني في هون بدنا نكون كثير نحن دقيقين، نعبر صح مع الطفل، نقول له صح انت يمكن غرت لانه خيك عنده كاميو وانت ما عندك هي، بس ننتبه ما نحسسه بالذنب. طب هل ممكن نحن بطريقه معينه، ما بعرف اذا الولد ما بدي اقول كثير شاطر او يمكن ما عم يعرف يفرجي، ممكن ما نعرف انه هدول عوامل غيره؟ عوامل الغيرة يمكن ينطوي على نفسه أكثر بطريقة نحن ما ننتبه يمكن. صحيح. لأنه معجوقين بالطفل الجديد، هيدا هو أكيد موضوع غلط، بقول له شيء تاني كمان ما بعرف. هلا بالمطلق هو يعني حسب ريتم حياة الأهل، يعني ما فينا نقول لهم ما فيكم تنعجقوا بالمولود الجديد إذا وقتهم كتير ضيق. خلينا نحدد بالأول شو هي علامات الغيرة عند الطفل. طفل بغار ما رح يجي يقول لك أنا غرت، ما بيعرف طبعا. رح ينطوي على حاله، رح يمكن يصير عدائي أكثر، يمكن يصير عنيف، بصير في اضطراب بالعادات الغذائية، بخف أكله أو بياكل كتير، أو بالمدرسة مثلا إذا صحيح. هو موجود بالمدرسة. صحيح، بصير في اضطراب بالنوم، بينام كتير، بيقلق بالليل، وكتير منشوف
عند الأطفال لما بيستقبلوا مولود جديد بالبيت بصير في ريجريسيون، يعني الولد بيرجع على عادات قديمة. مثلا الولد كان اكتسب النظافة، بنرجع بنشوف انه رجع يعني رجع يوسخ من حواليه، رجع يوسخ من حواليه، رجع يستعمل التتين، رجع يطلب البيبرون، رجع يطلب انه مثلا ينام حد اهله، بيرجع على طول. يعني بصير في عنا مثل ريجريسيون، بيرجع لورا الولد او بيستعمل غراض اخته او خيه التتين مثل ما ذكرتي، بيكون هو عم بيقشطوا اياها مثلا، هيدا كمان عوامل غيره. صحيح، بنصير نحس في عدائيه، يعني العدائيه بتترجم تجاه المولود الجديد. اوقات بيكون عم بيقرب بيقول لك انه انا عم غنج البيبي الجديد، بقرب عم بغنجه يمكن يأذي. صحيح، فاذا نحن لازم نكون كثير دقيقين على نقدر نفهم الولد كيف هو غيران، يعني ما رح يجي يقول انا غرت. يعني بدنا نكون كثير لازم نراقبهم. مزبوط، صحيح، مراقبه. طب هل في بعض الاطباع في اولاد ما بتغار او يمكن بتغار بنسبه معينه، هل في اطباع ممكن تغار اكثر من غيرها وليش؟ اكيد في اولاد بيطلبوا اهتمام اكثر، في اولاد بحبوا انه هن يكونوا مركز الاهتمام بالعائله. اوقات الولد اذا كان صار له فتره، مع يعني اذا تنقول صار عمره 5-6 سنين وبقي هو الولد الوحيد بالعائله، صعب كثير يتقبل مولود جديد، لانه هو يعني له 5-6 سنين هو مركز الاهتمام للعائله كلها. فاذا هون كمان يعني بفوت هيدا الشيء بال عامل بيأثر على الغيرة، غير انه طبع الولد هو بحد ذاته. طبعا، وكمان يمكن المدرسة لها دور كتير كبير، بالمدرسة بيلاحظوا تغيرات، يمكن بيصير يتشيطن اكتر بالصف. ما بدنا نحكي بس عن العلامات يلي الاهل كمان رح يشوفوها، بس لما الاهل ما يكونوا موجودين مع الولد بالمدرسة يمكن بيصير يتشيطن، بده يعذب الاساتذة، كل بيصير عداء اكتر مع اصحابه. صحيح، اوقات الاهل ما بيقدروا يشوفوا مظاهر الغيرة عن طفلهم لأنه هن بيكونوا معجوقين بالبيبي الجديد. المدرسة بتكون أول جرس إنذار، بتقلن للأهل أنه هيدا الطفل سلوكه شوي عم بيصير غير مقبول، عم يضرب، يمكن رجع يأكل بوقت ما مسموح يأكل، بيطلب يفوت على التواليت تكرارا، عم بيوسخ تيابه. فإذا المدرسة بتكون أول، يعني بتكون من العناصر اللي بيساعد الاهل تيشوف انه في بحس انه عم يرجع لورا بدل ما يتقدم. صحيح. طيب شو هي نصيحتك لكل الامات يلي عم يحضرونا اليوم والاباء كمان، شو بتقولي لهم حتى يتخلصوا من هالمشكله في حال عم بيعانوا منها او في حال في عندهم عم بيفكروا بمشروع ولد جديد؟ اول شيء ما نعتبرها مشكله، هيدا طبع عند هيدا، يعني صفه الولد بصير عنده بمرحله معينه من مراحل الطفوله، نقدر نتكيف معه. اول شيء مثل ما قلنا نساعد الولد يعبر في حال كان اوريدي البيبي موجود، في حال نحن ناطرين بيبي نقول له للطفل الموجود بالعائله، نقول له انه نحن ناطرين هديه، هيدا شخص رح تلعب معه، رح يمكن تتشارك انت وياه كثير اكتيفيتيز بالنهار. فاذا يعبر الولد كثير اساسي، نحن اذا الولد ما قدر يعبر نحن نساعده يعبر. ثاني شيء نساعده يلاقي مكانته بالعائله، يعني نساعده يكتشف هواياته، إذا هن ولدين بالعائلة ما ضروري نسجل اثنين بنفس الأكتيفيتي، كل حدا شو بيحب. صح، كل واحد شو بيحب، ما نحكي عن غيرته قدام الناس، هيدا موضوع كتير شخصي، يعني أوقات بنقول إنه هيدا ولد ما رح ينتبه، بس لا، الولد بيعتبر إنه عم تخشيله حياته، بس ما بيعرف يعبر مثل ما قلنا. صح، يعني هيدا شيء كتير أنتيم لإله، غيرته هيدا شيء أنتيم، بقى ما بنحكي عنه يعني بالعائلة وقدام الناس، ما كتير بيصير هو حديث الساعة. كتير مهم كمان نحافظ على أنشطة فردية مع الولد، يعني لما بصير في ولدين بالبيت يكون في وقت مخصص لكل ولد لوحده مع أهله، مع الأم، مع البي على بشكل منفرد، بس كمان بلا ما يعني يبطل فيه بالمرة ظهريات العائلة كلها سوا. طبعاً يحس الولد أنه هو كشخص بعده أخذ الاهتمام. صح، محبوب وعنده أشياء منيحة وعنده سيئات وعنده قدرات نحن منقدر له إياها. شكرا لك كارول، موضوع عن جد كثير مهم، وانا اكيد انه كثار عم يستفيدوا من هالنصائح يلي قدمتيها لهم. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. مشاهدينا، القيصر قادم الساهر شارك بمهرجان موازين بالمغرب يلي بكره بيختتم فعالياته، خلينا نشوف كيف كانت اطلاله القيصر بهالتقرير. يشرح لك شعوري يا حبيبه، ودي اشكي شجوني يا مبيجة، واسمحي وفي
افتحي لي باب قلبك واسمعي وشوفي قلبي كيف حبك ودي منك ودي منك لو دقيقة ونقبلت يا روحي اكيد افرح ادوخنا يا راعي الود والصحبة هيك كانت الاجواء لما القيصر طل بمهرجان موازين. مشاهدينا بدي ادعيكم عبر روتانا خليجيه تنضموا لنا بعد هالدور الساعتين حتى نمضي نحن وياكم اهم الفقرات يلي دائما بتهم كل فرد من افراد الاسره. مشاهدينا بريكم نرجع منتابع باقي فقراتنا، خليكم برفقتنا. موعد جديد على الريفيرا الفرنسية وتغطية خاصة وحصرية لكان في الدورة 67. كان يا مكان خبايا خفايا ريد كاربت ستارز سيلبريتيز اند بارتيز. في هذه الحلقه رح نستمتع باجواء ما شفتوهاش قبل بتشوفوها خاصه معي انا في كان وفي تغطيتي الحصريه للدوره 67. بتحضر هالطبق لما بيطلع اول سن عند الطفل، واكيد الام من فرحتها بتوزع هالطبق على الاهل على الاصحاب على الجيران احتفالا بالحدث. واليوم مونيك باسيلا زعرور اخصائيه التغذيه قررت انه تحكي عن سنينيه وتحضر لنا سنينيه لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا. بونسوار مونيك، منيحه وانت؟ ليه سنينيه اليوم؟ لانه مش من زمان في حدا من جيراننا بعث لي سنينيه، بس على قلبي بس شفت السنينيه لانه عم بيحاولوا طبق كثير كثير صحي وحلو تقاليده حلوه على شيء ابدا ابدا منه منيح، فقلت انا لا رح اعمل سنينيه. نحن مونيك بس كمان نقدر نغير لك الميكرو لانه نحن المشاهدين مش كثير عم يسمعوك. رح اقول انه كنت عم بتقولي انه قررت تختار اليوم سنينيه لانه الاشخاص عم بتغير يمكن فيها عم بتحولها لطبق شوي دسم فينا نقول. هلا عم بسمعوني؟ عم يسمعوك. وقتها فتحت الباب وهيك وجيراننا صار عندهم بيبي وعنده طلع له اول سن وجتني الفكره عم بتقولي قلتي كثير حلو الله يخلي لكم اياه وكذا، بس انا عم بطلع فيه انه ليه هيك عم بيصير؟
كله شوكولا عم يحضروك وقدامي ما بعرف وإشي عن جد يعني كله ملون وكله تلوين غير طبيعي ومنه هيك. فقلت لا هيتا نعمل سنينية على طريقة صحي وسريع ونفرج العالم انه هذا الشيء كتير صحي. بليز خلونا شيء صحي يعني انه مهم هذا الشيء كمان. طب مونيك بداية شو أهمية هالطبق اليوم؟ أول شيء تقاليد. أنا كتير بحب التقاليد وبحس إنه عن جد واحد لازم يتمسك فيها وحلوة إنه نحنا هذا الشيء نحنا من جدود جدودنا بيعملوه إنه لأنه بيعطوا الطبق يلي فيه إشي قاسي وبدأ سنين حتى تتاكل. يعني هيدي الفكرة تبع السنينية، مشان هيك بنقوا القمح المش مقشور لأنه القمح المقشور وقتها بتسلقيه بصير كتير كتير طري، فبنقوا القمح المش مقشور. وما بكذب عليك أنه أنا نسلق معي شوي زيادة، هو أصوله تكون الحبة واقفة شوي يعني مش كتير مستوية حتى نعطي أنه والله نحنا صار عنا سنين نحنا صار فينا ناكل. هي الفكرة يعني بسيطة أي. بس حلوة فهيدي الفكرة. أنا بلاقيه طبق صحي بعقد قد ما صحي ممتاز وهيدا شيء حلو، والقمح بيغذي كثير، والقمح بيغذي وكل اللي رح نحطه مع القمح رائعين. وعطول العالم تسألني طب بيطلع عبالي حلو بيطلع عبالي حلو شو بدي اكل، فهيدا طبق بتعملوه وبتتهنوا فيه وضميركم مرتاح مرتاح انت وولادكم وولاد ولادكم فيكم تتهنوا بهالطبق كتير صحي. يعني من المكونات الأساسية هو القمح مثل ما ذكرنا، ومثل ما قلت كمان كتار من الأشخاص عم بيغيروا عم بيضيفوا يمكن سكريات أكتر سكريات. فاليوم انت رح تقولي لنا على المكونات الأساسية السنينية بدون الزيادات اللي نحن عم نزيدها. مزبوط. بس بدي أقول لك شغلة جويس، بحب عطول أنا هيك أحكي عن الأشياء اللي بسمعها كتير كتير هلأ دارج بالعالم بكل العالم. الكينوا طبعا نحن بنحبها وبنروح على المطاعم بنطلبها وهيك، بس انا امبارح وقت وصلت على البيت كنت سلقتهم وبردوا، اخذت شوي وحطيت فوقهم روكا وزعتر عرفتي وعملت بندوره وعملت سلطه على هيدا القمح، ما بخبرك قد ايه طيب حلو. فكيف كنت عم بقلك عن التقاليد قبل شوي، بدي العرب نحن نضل متمسكين بحبوبنا، يعني القمح لقلنا نستعمله ونكون فخورين فيه. هيدي حبة ممتازة ملانة بالألياف وكتير كتير صحية، وبتستعمل كمان مثل ما الكينوا بتستعمل بكتير كتير أطباق. والصينية موجودة بصفحة موجودة سريع. موجودة بصفحة 296 بالتحديد. أوكي. أوكي. كل شي فينا نلاقيه بالكتاب. إيه إجمالا أكيد حبيب قلبي الكتاب. فأنا لح قلك إنه هون بدنا نستعمل تقريبا ملعقتين هيدي الصينية. هيدي الكباية. خليني هديلك إذا بدك تشتغلي. لا أم فاين أم فاين. هيدي الكباية على القد سلقناها بتقريبا مي 5 كبايات مي وحطينا ينسون تيعطي هالطعم الممتازة. شوفي قديش بتعطي عطت كل هيدول. اوكي هلا بتحطي فوقها شو بدك، انا مثلا بحب تنقول لوز وجوز شو ما بدك استعمل ايدي نضاف. اوكي اوكي ما كتير بتكتروا لانه هول مكسرات نيه كتير صحيين. بتعرفي انا اكيد انه انتم كتير بتستضيفوا اختصاصي تغذيه ونحن على طول بنحكي عن المكسرات النيه. مزبوط. هيدي المكسرات النيه هيك بدها تكون، يعني مش مشويه ومن زدله مطيبات نية. مش من زدله شيء ابدا. هيدي كتير صحيه واطيب شيء على فكره. فيها كتير اوميجا 3 فيها زيوت دهنيه صحيه، طبعا فيها وحدات حراريه بس على القليله عم تاخذي وحدات حراريه وراسك مرتاح انه عم تاكلي اشياء بتغذي. أوكي؟ اوكي طبعا السنوبر من اغلى ماديا، يعني قد ما صار ما بقى في كتير شجر سنوبر نحن صار غالي صار كتير سنوبر. كتير غالي بيسموه الذهب الابيض. الذهب الابيض وكتير طيب وصحي وممتاز، رزق الله نحن وصغار ما كنا نلحق على شجر سنوبر بلبنان عن جد. انا بتذكر كتير كمان شي بيزعل. الجوز الجوز اللي كمان له منافع كثيره ودائما بنحكي عنه. شو بدي اقول لك انه اكلت لي شي نص كاسه قبل ما تبلش اليوم ضميري مرتاح بس بنصحوا انتبهوا كل 30 جرام بيعطوا تقريبا شي 160 وحده حراريه. اوكي اوكي وعنا الرمان يلي هلا البوميجرينيت بيقولوا له باللغه الانجليزيه، يلي هلا اذا واحد بيروح على امريكا مزبوط مزبوط اكتشفوا البارود بامريكا، يعني وين ما العصير هذا العصير الشوكولا على البوم جرينيد اكتشفوا انه في شيء اسمه رمان. وقتا نحن من جدود جدودنا بناكل هالفواكه يلي ممتازه ورائعه وملانه بالمواد الكيماويه الطبيعيه والانتي اوكسيدنتس. ف يعني هذا اللي عم جرب اقوله ليكتشفوا القمح الامريكان يمكن كمان بصير نحن نقدر قيمته، فخلينا نحن نتسبق شوي الامور بهالاشياء. اوكي هذا الرمان، هيدي حبه رمان كامله
اوكي بنحطها فوقه. ليش عم ننقي هالحبه؟ لانه كمان بدها دراس، يعني بدها سنين، وهيدي الفكره انه السنينيه. اذا هيك بنحط كثير اشياء بدها دراس، ايه بس بدها تكون صحيه، بدها تكون صحيه، ما بدنا اشياء قاسيه ومش صحيه. يعني عرفتي صار في هدول تبع بكسروا سنين اسمهم بشرون للاولاد الصغار، حاطين لي اياهم فوقهم، في مثل ملبس لونه دوري ولو انه فضي حاطينه، وسنين موجودين. اوكي انا عملت سنينيه غلط. معلش الله راد الثاني بيبي، اكيد الله راد. هلا مونيك كمان قبل ال ابو ديف كافي كان بدي احكي، بس لانه عم نحكي عن الرمان قبل الهوا قلتي لي انه كيف بأشهر ما قلت لك انه هيك قلت لي غلط. فخيرت فينا نفرجي المشاهدين كيف الطريقه المضبوطه ل افرجيك كيف انا كنت عن جد. بس قبل بس رح اقول شغله، انه كنت كثير استصعب الرمان وعن جد اقعد فقيه 10 ساعات. وهونيك نهار اكتشفت شيء على اليوتيوب انجنيت انه معقول يكون هالقد هين، ف بتقصيه بالنص وبتفسخيه مثل ما هلا رح فرجيكي وشوفي شو بتعملي. هيك بتعمليه هيك، يعني بدك تفتحيه شوي على اطرافه هي بعضهم بعضهم، ايه. وبعدين هلا انا لازم تكون ايدك نظيفه، بتمسكيه هيك بس يعني لو معك ملعقه كبيره والخشب كبيره وبتضربيه، شايفه كيف مدقة الثوم مثلا او مدقة الثوم، ما بتتخيلي هلا انا معي شو اسهل كله بينزل، بس لو الملعقه خشبيه مزبوطه بينزل كله بثواني مزبوط. انا هيدا كله عملته بنص ثانيه بالبيت، بس كنت لابسه شيء هو تقشير الرمان اجمالا مشروع هيك بتعمليه هيك بس بتدقيه كثير كثير بقوه وبينزلوا كلهم. شوفي الحبوب هون، وكلا وسخنا ايدينا بس معلش. وهلا بدي احط كمان السكر. هلا هون انا عم بحط نص كباية اذا بدي، انا صراحه شخصيا بس ما تقولوا انا مونيك عم تحطي سكر، ايه بحط شوي. فينا نحط شيء غير السكر؟ فيك تحطي ما ب... لكن ما بحب عقد العالم. واذا حطيت انا هلا كلهم على بعضهم حطيت 3 ملاعق سكر لست اشخاص، يعني كل شخص عم بيطلع له نص ملعقه سكر. على مسؤوليتي مش هيدي المشكله، يعني ما في شيء بهالطبق ما في شيء لانه غير السكر ابدا ابدا، يعني حتى كل شيء باعتدال مزبوط. في عالم بتفكر انه لازم احط سكر اسمر، بس بحب اقول للناس انه السكر الاسمر هو زيته زيته السكر الابيض، بس زايدين له دبس السكر، فمشان هيك لونه بيجي اسمر ومنه احسن بكثير من السكر الابيض. طيب ليش دائما نحن بس نشوف شيء اصلا بنقول احسن؟ ايه شو هذا الشيء الغلط يلي عنا اياه؟ الخبز الاسمر احسن، الخبز المعكرونه السمراء احسن، الرز بس السكر ليه ما بيختلف؟ لانه ما فيه الياف، يعني منه شيء فيه الياف، والسكر الاسمر الغير مكرر منه موجود بالاسواق لانه بيعفن، بيكون بعده مي بيعفن فما بينزلوه على الاسواق. السكر الاسمر الموجود بالاسواق هو سكر ابيض زايدين له دبس السكر، هيدي الشغله لازم كل العالم تعرفها. اوكي اوكي. وهلا بيجي عنا المزهر الاساس، الاساس اكيد المزهر، بدنا نص كبايه، وكمان بتحطيها هيك على الكل. ولازم السنينية تتقدم دغري، ايه ما يعني بتش لانه بتش بتبطل طيبه، لازم تتاكل بنفس النهار اذا بدك. وصحتين بدي ذوقك اياها، شو رايك؟ اكيد. أوكي. انا على فكره ما كنت احب السنينية او يمكن ما كنت ذوقها، فلما انا عملتها انه انبسطت كثير فيها. شو حطيت؟ قلتي لي انا عملتها انا شو بدك شو حطيت؟ شو بدك ما حطيت؟ هيك عن جد بعقد، وفيك تحطي اشياء اذا بدك بعد انه انت بالبيت، بس انا برايي هذا الشيء رائع. لا كل هالمكونات كانت موجوده. يلا رح ذوقها. طيبه عن جد؟ هيدي كلها فيها بس 240 كالوري، ما فيها كوليسترول، فيها 5 جرامات من المواد الدهنيه يلي هي الدهنيه صحيه لانه جايه من المكسرات النيه، وفيها اكيد نشويات بس نشويات كثير كثير صحيه لانه القمح يعني هو مصدر النشويات. مزبوط. وفيها 5 جرامات الياف، يعني لنا حق نحط عليها هيدي على هذا الكاسه، فيري ريتش ان فايبر، عن جد كثير طيبه. ايه وبتطعميها لاولادك وبتاكليها انت، وهدول الاشياء لازم يضلهم بالبيت اذا عبالك حلو شي نهار، عن جد بتتهني فيهم وضميرك كثير مرتاح. بتشبع كمان. إيه؟ اذا كنت جوعانه بدك بدل ما تلقمشي اشياء منا منيحه فيك تاكلي كاسه صغيره. هيدي وجبه كامله جويس، يعني غذائيا نحن فينا نقول تعشيت كاس سنينيه ب 240 كالوري. حلو. اذا شبعتك. اوكي ميرسي لك مونيك، ميرسي لك كثير الموضوع لليوم، ان شاء الله الموضوع الجاي هيك بيكون كمان من عاداتنا نحن يلي معودين عليها. ميرسي لك مونيك. ننتقل هلا لنيفين.
كتار من الناس وبالأخص نحن النساء مولعين بالتسوق ومنحب الشوبينج كتير، مننزل على السوق منشتري يمكن أكتر من احتياجاتنا ومنلحق كل شيء جديد وكل شيء دارج من الأكسسوار والسكات والأحذية والتياب. ولكن هالموضوع أي متى بيتحول لإدمان؟ رح نتعرف أكتر على موضوع الإدمان وحب التسوق مع الطبيب النفسي الدكتور جوزيف خوري المختص بالإدمان. أهلا وسهلا دكتور. مرسي كتير. كيفك؟ ماشي الحال. أول شيء بدنا نعرف شو هو الإدمان. أكيد. هلأ الإدمان هو حيلة سلوك يلي بيكون مركز على مواد معينة، استعمالها مواد معينة مثل مخدر أو مثل الكحول، بس كمان على سلوك معين. بيكون في يكون الشوبينج، في يكون أي شغلة واحد بيعملها بيعمل كتير منها وبتخليه ما يعمل أمور غيرها مفيدة له بحياته. شو ظواهر الإدمان؟ ظواهر الإدمان إجمالاً بتكون عندها تأثير على اللي بسموه الفانكشنينج بالإنجليزي أو الحياة الشخص. بيصير إنه حياته الاجتماعية مرتبطة بهذا السلوك، كل علاقاته الاجتماعية مرتبطة بناس عندهم سلوك ذاته، عم بتأثر عليه بعلاقاته الإيجابية جوات عائلته، بيصير في توتر وقلق وقت اللي هو ما بيعمل هذا السلوك، وبيصير منه قادر يوقف. يعني هو بيعرف إنه في مشكلة وما انه قادر يوقفها، بيصير نعم. مكمل فيها للاخر حتى وقت اللي فيه عواقب كتير يعني كبيره على حياته وعلى حياه الناس اللي بجوه. دكتور بما انه عم نحكي عن حب التسوق، اي متى بتصير تحس حالها الست عندها ادمان؟ اول شغله اكيد وقت اللي هي عم تتسوق فوق قدراتها الماليه مثل ما بيقولوا، يعني الانسان اللي اكيد عنده مشكله بهذا الموضوع بس قادر يتسوق وقادر يدفع الثمن وقادر يحصل بعدين، هيدي ما رح يبين عنده المشكلة. بس في كتير عالم نشوفه نحن انه عندهم قبول يعني اقبال على التسوق، وبذات الوقت منهم قادرين انهم يسددوا الكيمة بالاخر، وبصير في اكيد العوارض اللي عم نحكي عنها، وبصيروا عارفين انه لازم يوقفوا بس بيكملوا لانه مجرد التوقف بيعملوا نوع من الكآبة، منهم قادرين بقى يتصرفوا ويعيشوا حياتهم طبيعيه. يعني احنا بنشوف عنا كتير حالات، عنا حاله في اشخاص ما بحب يكون ناقصهم عندهم، ما يكون عندهم ولا اي نقص بخزانتهم. في اشخاص بيشتروا من الشغله عده الوان، هيدي شو بتكون سببها؟ نفسي او شيء بالطفوله؟ اذا عم يستعمل الشخص عم يستعمل هالقصص اللي عم يشتريها ان كانت ثياب او غير ثياب، بركي الواحد بيقول برجع بقول اذا قادر هو يدفع ثمنها منا مشكله، بس الفكره انه ما فينا نوصل لمرحله ما نعوز يعني نكون عندنا كل اللي بدنا اياه. هيدا الشيء يعني الانسان لازم يتقبله، ومجرد ما انه قادر يتقبله بتسبب ساعتها مشاكل نفسيه، وموضوع انه يكون حابب يشتري كل شيء بيشوفه قدامه بتكون وحده من هذه العوارض. طب هل في شخصيات او اطباع معرضه اكثر ليكون عندها ادمان؟ اكيد. هلا الدراسات بتفرجي انه عم نحكي بالادمان اجمالا انه في شخصيات عندها قبول اكثر، ما انها قادره تضبط حالها وقت اللي هي بتحس حالها انه عندها قلق او توتر حوالي موضوع بده اياه بدها تعمله، وفي غير عالم قادرين يضبطوا حالهم ان كان تجاه الاكل او تجاه المشروب او تجاه اي 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 شغله تانية. مزبوط انه في شخصيات الواحد بيكون بيعرف حاله، وبنسمع كثير نحن هيك الناس بيقولوها بطريقه هيك شوي يعني كاجوال انه انا عندي ادكتيف بيرسوناليتي وانا شخص ما بقدر غير ما افوت بالشغله على اخرها، بيكونوا بيعرف طبعه بس مش كل الناس عندهم هالشخصيه بيصيروا مدمنين. دكتور طيب في فترات الواحد بيكون يمكن مارق بستريس او ديبرسيون وبفش خلقه وبقوم بيشتري كثير وبحس على حاله انه هو اشترى كثير او عمل اكزاجيراسيون بالتسوق، بتمرق فتره لنقول بالسنه مرتين، هل هيدا بنعتبره شخص مدمن او مريض أو؟ لا اكيد لا. هلا كمان خاصه اذا الموضوع مقطر بدون اطار كثير واضح وهذا الشخص عم يعمل رده فعل على شيء سلبي بحياته، بس اجمالا وقت بيصير بس هذا هو رده الفعل ما في غير رده فعل غيره، يعني الواحد يعرف يفهم مشاعره يفهم هو كيف بيفكر ويقدر يلاقي حلول للمشكله الاساسيه، بتكون نوع من افويدنس يعني نوع من انه انا عم بروح على حل ما هو الحل للمشكله اللي عندي اياها. طب شو انواع الادمان؟ انواع الادمان فيها تكون موضوع بحكينا الشوبينج منه معترف فيه كادمان رسمي يعني طبيا ما في شيء اسمه تشخيص كومبالسيف شوبينج او شوبينج شوبينج ادكشن، بس في ادكشن على بحكينا على كل الادويه على المخدرات على الكحول، في ادمان هلا على لعب القمار كثير عم نشوفه. هلا نعم ايه. وهالامور اجمالا بتكون يعني مترابطه، يعني بيكون واحد عنده ادمانين او ثلاث ادمانات، يعني ما ادمان واحد، بنعالج واحد ما فينا نترك الثاني، مضطرين نعالج كل شيء. هلا على السيلولار صار في ادمان، ادمان على السوشيال ميديا، على السوشيال ميديا عم تشوف. طب هي ضروري، اذا كنا ماشيين بالسياره وكل الوقت على التليفون حتى اذا ما كان انا من الاشخاص حتى اذا ما وصلني واتساب او اي شيء بحمله التليفون بي، هذا صار ادمان. كمان صار ادمان اذا عم تسوقي بطريقه يعني ما مناسبه وعملتي حادث، يعني هلا كل الناس كلس عم يعملوها، المشكله قد ايه درجه وقد ايه تاثير برجع على حياه هذا الشخص. طب شو الاسباب المباشره؟ الاسباب المباشره انه نحن الانسان بيعمل كل شيء
بيفيدوا بيحسوا انه هو بيجيب له نوع من بسط او نوع من نشوه معينه. نعم. يعني ما في حدا بيعمل سلوك غير ما يكون بيجيب له نتائج ايجابيه بالنسبه له، بس ما يعني انه كترته مفيده. هلا الشخص اللي بحاجه لهالموضوع هو مثلا في موضوع الشخصيه، وفي موضوع انه بركي في ستريس بحياته ما عم بيقدر يواجهه، او في امور ما عم بيقدر يعني يتعاطى معها بطريقه ايجابيه تفيده، بيروح على هذا السلوك لانه هين وسهل، والشوبينج وين ما كان ومقبول اجتماعيا. بقى ما عم نعمل شيء نحن غلط، المشكله بقديه عم نعمله وبكيف عم نعمله. دكتور، هل ممكن يكون بفتره معينه ومعقول نخلص منه؟ يعني انا السؤال هيدا لانه كثير مهم موضوع الشوبينج. يمكن نكون نحن وصغار ما بهمنا، ما كثير بهمنا، ما كثير حتى بيلفتنا موضوع الموضه والازياء. بتقطع فتره بتصير كثير تحب على مده 4 سنين، كان لما البنت تفوت على الجامعه وتصير تتابع الموضه، وبالاخص هلا بتصير كثير حتى تشتري اكثر من احتياجاتها. معقول هيدا الموضوع يتوقف؟ هيدا ما راح يتوقف باي معنى، يعني انه الموضوع الموضه هي بالنتيجه قبول اجتماعي. انا تكون على فاشن، يعني فاشنبل، يعني انا شخص مقبول اجتماعيا من مجموعه. انا خصوصي هلا الفاشن كثير وبتتطور كثير وسريعه وبتتغير كل شهرين ثلاثه. بقى طبيعي، المهم انه الاهل يعني ركزوا على هالموضوع مع اولادهم، لانه هلا حتى 12 سنه 13 سنه بيهموا موضوع الفاشن، بيشوف على الانترنت، بيشوف على انستغرام، بيشوف على غير قصص. المهم انه نكون في ضوابط نحن وصغار، لما نتعود هالضوابط تصير موجوده فينا نحن، مش انه نضطر انه حدا يفرض علينا بالمستقبل. وبخصوص العلاج، لانه بعتقد انه هذا الموضوع بهم بعض العالم، اذا الناس عندهم هيدي المشكله اكيد بدهم يركبوا ضوابط على حالهم. نعم. بدهم يحطوا بلان كثير واضح بخصوص قد ايه هن عم بيصرفوا، على شو عم بيصرفوا، ويجربوا هالضوابط هن يطبقوها بنفسهم. اذا ما قدروا يطبقوها ساعتها بيستعينوا بشخص بحياتهم، بيكون هذا الزوج او بيكون الاهل، او بيروحوا عند حكيم او معالج نفسي هو يساعدهم بيركبوا هالضوابط ويطبقوها ساعتها. دكتور، اعطينا امثله عن الضوابط واي متى لازم نطلب المساعده. اكيد هلا الضوابط بتكون هي بسيطه بس تطبيقها منها بسيط. يعني اذا الشخص مثلا عم بيصرف كل معاشه، بيجي اول الشهر ما بياخذ معاشه، هو بيستلمه بيسلمه لشخص، هذا الشخص يكون مسؤول عنه. هلا هذا الشيء كثير مزعج، لانه هلا ما بعرف اذا بتطبق على عمر معين او اذا بده هو يقبل، بده يكون هو راضي. يعني انا اذا بشوف شخص تنقول اختي عندها، يعني انا اختي عن جد هيك كثير بتحب وكثير بتصرف وكثير اي شيء دغري بدها تنزل وتشوف شو ما بجيب الا انا، انه بحكيها بطريقه معينه، ولا هي معقول يكون عندها رده فعل، ولا في دغري الا انه انا انه خليني اكون مسؤوله عنك واخذ، يعني قليل ما حدا يتقبلها. اكيد اكيد مش انت رح تقولي لها رح اكون مسؤول عنك، هي بدها تكون بدها تكون بوضع انه هي بدها مني ساعدها. اذا هي بوضع بدها مني ساعدها، ساعتها بكل بساطه هي رح تقول لك تعي انت ساعديني. نعم. تعرضي عليها ساعتها هالشغله، انا اكيد مش رح انه اتصرف كانك ولد صغير، بس رح نحط اطار اول 3 اشهر تنشوف. اذا انت ضبطتي حالك بالاطار ساعتها بتعرفي الاطار انت بتضبطي على حالك. نعم. بنجرب انت تستلمي الموضوع مثل ما هو، بس الانسان اللي اوت اوف كنترول، اللي عنده كيوس كلن بحياته حوالي الصرف، ما حتى بكون مفكر بهذا. يعني في اسلوب معين بالحديث مع هول الاشخاص، او هن اشخاص عاده؟ يعني في اسلوب يمكن لازم نجيهم شوي بالهيك بالسلاسه اكثر؟ او كل موضوع الادمان ما فيك تواجهيه بموضوع العيط والصريخ، بده يكون موضوع انه هو نوصله لانه يتقبل انه عنده مشكله بالاول، وبعدين يتقبل انه في علاج، وبركي هو يجرب العلاج اللي هو بيطرحه لحاله. اذا ما مش الحال بيروح ساعتها على العلاجات اللي بيطرحوها الاخصائيين او الناس اللي بيشتغلوا بهذا. دكتور، شو بدك تقول للمشاهدين اللي عم يحضرونا واللي بحسوا انه عندهم حاله ادمان وحب التسوق، شو فينا نساعدهم بخطوات للتخلص من هال؟ انا دائما بقول الواحد حلو يعمل بادجيتنج. هلا نحن بركي بالعالم العربي مانا كثير شاطرين بهذا الموضوع، بس انه الواحد يكون عنده نوع من بلان على 3 اشهر، انا شو بدي اصرف، شو بدي اشتري، شو انا حاجه له، ودائما يترك 10-20% قصص منه بحاجه لها، قصص هيدي له بس ملزق يقدر يستلذ فيها، منه غلط. يعني الشوبينج بحد ذاته منه غلط، والواحد يكون يصرف على حاله منه غلط. صحيح. طالما هو قادر وطالما عنده مخطط على المدى الطويل. شكرا دكتور جوزيف لوجودك معنا، وهلا بريك صغير ومن بعده منتابع بقيه فقرات ببيروت، خليكم معنا. موعد جديد على الريفيرا الفرنسية وتغطية خاصة وحصرية لكان في الدورة 67. كان يا مكان
خبايا خفايا ريد كاربت ستارز سيلبريتيز اند بارتيز. في هذه الحلقه رح نستمتع باجواء ما شفتوهاش قبل بتشوفوها خاصه معي انا في كان وفي تغطيتي الحصريه للدوره 67. عودة لمتابعة ببيروت وضيفتنا منتظرة من أسبوع لأسبوع لتعطينا آخر التفاصيل حول الموضة وأجدد أفكارها. أهلا وسهلا بخبيرة الموضة وصاحبة مدونة Playing with Fashion مايا شكر. هاي مايا. هاي كيفكن؟ ماشي الحال وأنت؟ مايا اليوم رح نحكي عن الخطوات الناقصة بالمكياج عند المشاهير. صح. ليه اخترتي هالموضوع بالذات؟ موضوع شوي مشوق وغريب لأنه نحن نعرف أن المشاهير دايما بيطلعتهم يعني بيفكروا بكل تفصيل مثلا التياب الشوز وكل شيء منشوف ليه هالنواقص اللي بتصير وشو الأسبابها يعني ليه هيك إشياء نسيوة يعني ليه حطوا بودرة زيادة ليه حطوا حمرة أقل. إحنا معودين عليهم يكونوا بيرفكت فمننطرهم على أول غلطة تنعلق غلطوا. مايا هل برأيك نجمات العرب بيعطوا أهمية للميكاب أكتر من النجمات الأجانب؟ مش من ناحية انه بيعطوها اهمية اكتر من ناحية انه بيفكروا زيادة ودايما بيفكروا اذا انه زيادة هو الاحسن بينما النجمات الغرب بيفكروا بالاقل يعني بيحبوا يبينوا بيرفكت بطريقة انه نحن مش حاطين شيء بس نحن طالعين بيرفكت بيحبوا البساطة اكتر. البساطة بنلاحظ انه التان مزبوطة وحلوة والعيون شوي ايلاينر بزيت له اتحطين ميك اب بس بسيط. ايه لانه بتشوفي انه بالبساطة هو الجمال مش دايما هلا اكيد الميك اب هو بيحسن الميك اب هو بيعطي خصوصا على الكاميرا وعلى اللايتس اللي كتير قوية ما في كتير شيء ببين يعني نحن بنعرف انه بالتي في ما في شيء كتير ببين فهني بكتره. هلا كمان هو لازم يكون في اعتدال يعني مش القليل كتير ولا الكتير كتير ليبين هو الواحد لازم يبين ناتشرال قد ما صحيح البساطة اهم النقط الموجودة صح. عندهم بس كمان يعني اليوم بمجتمعاتنا العربية عم نلاحظ انه كمان نحن عم نلتجئ لقلهم عم ننبش على الميك اب السيمبل اكتر عم نشوف المشاهير بلبنان والدول العربية عم تتوجه اكتر نحو الميك اب السيمبل بس بعض التاتش العربية يلي ما بنقدر نتخلى عنها العين المكحلة هذا الشيء اللي بيميزنا يمكن صح. عنهم قد ايه اهمية المزج بين الغرب والشرق بالميك اب اكيد يعني هو الاساس هيدا هو بالنهاية نحن بنحب العيون الحلوين المرسومين الكات اي المرسوم المحدد الماسكارا القوية هون الاساس بينما هو شو بيصير ببين عندنا الفاونديشن والبرونزر والاشياء اللي على الوجه اللي بتبين كثير اوفر هون الاساس واحد لازم يبين او يفتش على الطرق ليبينه الناتشرال يعني مش كل وجه هو دايما بيرفكت كل الناس صح. عندها شوايب بس الطريقه كيف بيحطوها لازم تكون مناسبه لوجههم هن يتعلموا شو الالوان المناسبه واكيد يخلوا الحمره الفاقعه او العيون اللي هن بيحبوا بس دايما باعتدال يعني اذا عم بيحطوا القوي على العيون يخففوا شوي على الشفاف وبالعكس تماما اذا عم بيقوي الشفاف يخففوا شوي العيون صح. طيب مايا محضرتي لنا كم صورة خلينا نشوفهم سوا أكيد أنجلينا جولي صورة شهيرة لأنجلينا جولي صورة شهيرة حرام قد انتشرت هيدي بالإنترنت هون كان عندها مشكلة شوي بالبودر شوي مش كتير صارت المشكلة هون دايما هيدي الصورة ببريمير ماليفيشنت بي الموفي اللي رح ينزل هلا نزل يمكن نزل؟ يمكن اي ثينك الخميس نزل حضرته لانه انا مأخر اوكي كانت طالعه بيرفكت الفستان بعقد الشعر كمان مثل العاده فجأة بنشوف البودر بس هي المشكله انه كمان مش بكل اللايتس ومش بكل الصور بينت هيك هي بتصير انه الميك اب ارتست حط لها الميك اب ام هي وبالسياره حولت يمكن تخبي شيء خصوصا معقول هذا هو السبب هسه مثلا دائما نحن مثل ما قلت بنطلع بالمشاهير يكونوا عن جد كاملين وهيك غلطه شو معقول يكون سببها؟ سببها هي ال HD powder يلي بيحطوها وخصوصا اذا عم بتحطها زياده ال HD powder على ضوء معين مش على كل الرضويه على الفلاش على ضوء المعين ببين هيك ببين وهي اكيد هيدو هي ما بتكون انتبهت او شافت انه على هيدا على الاضاءه هل على الاضاءه وعلى الفلاش تبع الكاميرات والفيديو اكيد شيء ما كان واضح اكيد أوكي. وهي اكيد زبطتهم هو بالسياره او شيء زادتهم لانه ما بحس الميك اب ارتست يعني انت ما بتنصحي ابدا لو شو ما يكون صاير بالوجه نحن نرجع نحط بودر او لا اكيد لا
اذا يعني انت عرفت عن ميك اب ارتست وعمل لك الميك اب تاعولك اوكي يمكن الليب لوس او الشفاف بس الوجه ما يدقر ما يدقر الواحد لانه هي اكيد عندنا نايومي واتس نفس الشيء عندك نفس السيستم يلي هو بيكون هون على جبينة يمكن هي بالسيارة وهي جاية على طريقة حست هي هلا بالسيارة ما في ضوء ما في مطارح لترجع تشوف التفاصيل بتكون حست انه لا انه هو في شيء هون بدنا نكون مستعجلين يمكن قاعدين على جنب اكيد مش سيئين يعني. نعمل نحن ميك اب نطلع من السيارة بننقز لانه مثل ما قلتي غير ضوء وشيء مختلف كليا غير يعني اكيد بتكون هي حتى بالسيارة او يمكن عند الميك اب ارتست هي عم تعمل ما بيكونوا مبينين هالاشياء بتطلع الضوء بيطلعوا هالفلاشز وهيدول فالبودر الجديدة واحد لازم يخففها شوي يعني ما لازم يكتر مايا بس هي البساطة اللي بنشوفها عندهم عند الاجانب عند الغرب هي ميك اب قليل او هن بيحطوا ميك اب كثير بس بطريقه خفيفه هو منه قليل اكيد منه قليل يعني لانه بتطلع فيهم بتحسي انجع حاطين بودر انجع جلاس اصلا هيدا الميك اب هو اصعب انواع الميك اب يعني كيف تحطي كثير بس بنفس الوقت ما يبين انه عم تحطي يعني هو ناتشرال ميك اب يعني هو كل واحد مننا حابب يشوف كيف هيدا الميك اب نقدر نحققه بالبيت يعني هي اصلا بالسيرشز اول شيء الواحد بفتش ما بدنا ننسى كمان انه بشرته مختلفه عن بشرتنا لون بشرتهم بيختلف يمكن نعومة بشرتهم تختلف كمان فكتير وجوه أكيد بلبنان والدول العربية موجودة بس كمان هيدا الشيء كتير بيساعدهم نحن منحب الأشياء البرونزد أكتر فمتحب دائما نقوي ألواننا أكتر زيادة منتابع بالصورة الثالثة أما تورمان ما عرفتها على فكرة هلا ما بعرف هالصورة شوي بتخوف عادة هي أكيد أحلى من هيك بتطلع هون راحت على كتير ميك أب قليل يعني هون ما بحس غير الحمرة يعني ما في شيء يعني الحواجب منهم مرسومين مزبوط ما في الميك الميك اب لعيون منه قوي فهيدا اللي عطى شوي انه بسيط كتير جدا فهيدا احنا يعني حتى الباودر واضح قد بيضه هي اصلا بيضه وكتير صعب الميك اب ينعمل على هيك وجوه لانه حيلا شيء ببين عليهم والبرودوي اللي بتلاقيه انت مثلا فاونديشنز وهدول كل ما كان وجهك ابهت كل ما كان اصعب تلاقي اللون المناسب يعني كتير صعب يعني الالوان البرونزي وهدول اكثر ببينوا من هدول وكمان البودر يعني خصوصا على منخيره على الانف تبعها كتير مبين كمان يمكن رجعت حاولت تشيلو او تزبطه هي وجايه جربت تزبط بس ما مش الحال نيكول كادمان واو شو حلوه شو بحبها اذا بتطلع قد ايه حلو الميك اب وقد ايه بيرفكت كان طلعي لو ما هل تحت العيون هو كمان هذا الغلط اللي بيعملوه كله كتير. نفس الاخطاء على فكره نفس الباودر هو نفس الباودر بلا ما نسمي شو هو هالباودر بس مايا قد ايه بيأثر يعني هيك اخطاء قد ايه بتأثر على النجم بتأثر كثير سلبيا يعني بتأثر هيدا اكثر اكبر تأثير انه الناس كلها عم تحكي فيه يعني بتحسي انه بتحسي انه معقول يعني مثل مثلا انا بحب كثير نيكول كيدمان بس هلا لما شفتها حسيت انه غلط كثير بس ما قادر اتقبلها مثلا مره ثانيه من ناحيه هيك اخطاء بالعكس بتقربك للنجم يعني بتقولي انت انه مثلنا هيك انت اوقات بتغلطي اوقات مثلا تظهريي لك شو عملت كان لازم تطلع احسن نفس الشيء منه بيرفكت بالنهايه هني ناس عاديه مثلنا ومثلهم ف درو باري مور كمان لا حاطط ماس سوري عم بضحك بس انه اوقات شغلات بتضحك اكيد انه كمان نفس الشيء نفس الاخطاء بيحاولوا دائما بيخبوا تحت العيون اللي هي اكثر شيء ببين عندك سارن السوايا اللي تحت العيون يعني انا بدي اقول رايي المتجرد مش مقبول يعني منك عم تعملي غلطة صغيرة يعني الوش كله مبين ماسك يعني لا أكيد هيدول يا بدال ما تقولي اللي هي كمان زبطت بالسيارة أكيد في عامل تاني أكيد الميك أب أرتست تعولها شوي أو هي عملت الميك أب لحالها ما التجأت لميك أب أرتست يعني يعني الميك أب أرتست غيره يا تعمل بس لبسة أكيد لبسة أسود كمان بلكي هذا ديزاين هي حابه موديل جديد ضروري لا فنمشي بشغلة ماسك بيضة جينيفر انستون هي كانت عم اذا بتلاحظوا على وين على ظهرها على ظهرها شفتيه هيقولي هيدا في العلاج اللي بيحطوا الأنانة عرفتي الأنانة اللي بتعلق بشان تشيل كل الاشياء السيئه من الجسد السموم تطلع منها
فهيدا الاشياء بتأثر، بتصير تعمل حمار كتير، اوقات بتعطي سواد، يعني مثلا كيف انت انضربت اجريك ببين عليها اللي بتعلم، بتكون هي معلمة عندها فحاولت تغطيها بالفاونديشن او بال ما زبطت لانه اكيد هيدا الشيء افتح من لون. معقول ما حدا قال لها انه ما تلبس مثلا كات، تلبس انه تتغطيهم، انه هول اخطاء ما فيهم هدول كنجمات. بتصير ما مثل ما قلت لك ما بتعرف الضو يلي انت على ريد كاربت كيف بيكون، يعني هني بيكونوا عم بيحضروا حالهم بالغرف بيكون مبين بيرفكت، هي ظاهرين اف اوبس نسينا، بينصدموا فيها اكيد ما بقى بيعيدوها. ايفلاندوريا كمان نفس الخطا، الانتيسان اوقات كمان الباودر. هلا هي كمان شو بيصير الانتيسان بتكون عم تحطه كتير هايلايت افتح من وجهها وبتزيد هالباودر، والباودر بتكون لونها ابيض. نحن بهالحالات ننصح انه تستعمل ترانسبيرنت باودر، في شيء اسمه ترانسبيرنت باودر ما ببين، يعني هو بياخذ الزيوت كلها من الوجه ما بقى بيلمع، بس بياخذ مثل لون البشره بس نفس الوقت بيمتصها وما في كولر، يعني ما في لازم يكون انتيسان افتح من البشره، افتح لأن من البشره دائما نقع بهالمشكله، دائما يكون افتح بس مش انه بدرجتين بالثلاثه، ما انا ابيض لازم يكون، اذا انت سمراء ما راح تحطي ابيض تحت عيونك، لازم يكون مظبوط ونيوترال. هيدي لينزلون خطا غير الاخطاء اللي شفناها للبلاش اللي هو البلاش والبرونزر كمان، يعني نفس الشيء، واحد لازم يعرف بشرته، واحد لازم يعرف انه اذا انت بيضه ما فيك تحطي البرونزر القوي كتير، في برونزرز الخفيفه وكمان لازم يكون في شيء اسمه بلندنج، يعني مزج، ما لازم ينحط خط، يعني هو لازم يبين ناتشرال، ما لازم يتحدد ما لازم، يعني هي مبين عندها مثل خط مرسومة. وكمان عم نلاحظ انه يمكن ما في فاونديشن حتى بيس حتى حطت هالبلاش الغامقه، هلا يمكن في فاونديشن بس ما مبين ما مبين، يعني يمكن كمان هون الاساس، يعني هو نحن وين بنشوف الاخطاء؟ ما بنشوف بالشفاف او بالعيون، الوجه أبيض. هو الواضح اكثر شيء. ننتقل يعني على اشلي، منتابع اشلي أشلي جد. أول شيء شوي شعرتها منكوشين، بس نحن خلينا نحكي بالميك اب كمان كلهم عم بيقعوا بزيت المشكلة اللي هي السر، شكلهم كلهم عم بيروحوا على نفس الميك اب أرتست، شكله لازم ينطرد هيدي، يمكن ما بيبين معهم وأكيد، يعني هي هلا هون عندنا مشكلة الخبرة يا مع سنين ولا هلا هي كلنا بنوقع فيها ودايما بنحاول نتجنبها، لازم واحد دايما إذا عم يحط حمرة قوية كتير، وحمرة خصوصا إذا هي منا مات، حمرة شوي جلوسي هلا هيدا منه عذر، هوليك بقى بتقبلهم بس هي حمرة إنه على هيدا غلط أكيد لا لا هيدا أكيد مش مقبول، وكان لازم يعني هول الأشياء نحن بنتأكد منهم أكيد، نحن قبل ما نطلع نظهر من السيارة لازم نفحص أسناننا ونحط بطريقة جيدة تفاصيل وجهنا. لا عن جد مثل ما قلتي على كل حال كل هالاخطاء بتقرب الناس اكثر من من المشاهير يلي بحبوهم ويمكن بينبسطوا بس يشوفوا انه عندهم هيك اغلط، انه خي انه هن كمان بحبوا يشوفون بطريقه مثل دايما بيتمنوا، انه هن ناس مثلنا مثلهم، اوكي بيطلعوا ريد كاربتس وفنانين وموفيز بس نفس الوقت هن اشخاص مثلنا مثلهم بيقعوا بنفس الاخطاء. مايا شو نصيحتك الاخيره للمشاهدين؟ نصيحتي الاخيره واحد يهتم بالفاونديشن البيس اللي عم يستعملها، يحاول يستعمل الوان يلي هن انت لونك، مش تروحي انا يمكن انا بدي اكون هيدا اللون، ما فيك تطلع منها، بدك تكوني حسب لونك انت، نقي الفاونديشن مزبوطه، تحطي الانتيسان مزبوط، ما يكون شوي افتح المناسب لبشرتك، المناسب لبشرتك، وتحاولي تعملي بلند مزبوط ما يبين الخطوط وكانه ماسك، هيدا اهم شيء اكيد. شكرا لك مايا، اهلا وسهلا فيك، بنشوفك على رد الاسبوع اكيد مع موضوع جديد، موضوع جديد اكيد. مشاهدينا جورج كلوني رح يترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، شو رأيك نيفين؟ أكيد إذا بدها تصير أمل شو العائلة عالم الدين تصير سيدة أمريكا الأولى رح نكون كتير مبسوطين إن شاء الله. أنا فكرتي انبسطت بجورج، طلعت انبسطت بأمل، لا انبسطت بأمل أكيد، رح ننبسط باثنين أكيد، اللبنانية كمان هي تصير السيدة الأولى بأمريكا، خلينا نشوف سوا التقرير. اختار النجم جورج كلوني وخطيبته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل عالم الدين تاريخ 12 من أيلول المقبل ليكون يوم زفافهما المرتقب، وهذا سيكون الزواج الثاني للنجم بعد ارتباطه قبلا لمدة 4 أعوام بالممثلة تاليا بلسام. وكان كلوني قد طلب يد حبيبته في 22 من نيسان الفائت، حيث دعاها إلى منزله في كاليفورنيا وحضر طعام العشاء بنفسه لينزل بعدها على ركبته ويقدم لها خاتما من الماس قد
قدر ثمنه ب100,000 يورو. آخر الأخبار تقول بأن الزفاف سيتم في لندن، وبعضها يشير إلى بلدة أمل وهي بعقلين في لبنان، لكن الأكيد بأن الشابة نجحت بأن تسرق العزب الأكبر في هوليوود، والذي أعلن للCNN بأنه يفكر في مستقبل سياسي على أن يوسع نشاطاته مع الحزب الديمقراطي، مشيرا إلى أنه قد يترشح يوما لمنصب رئيس الجمهورية الأمريكية. فهل تصبح لبنانية يوما سيدة أمريكا الأولى؟ من العادات الجديدة اللي دخلت على مجتمعاتنا هو حفل البيبي شاور، وهالحفل بيصير قبل ما يخلق المولود الجديد، بنقدم فيه كل الهدايا وله زينة خاصة. رح نتعرف أكثر على هالتفاصيل مع ضيفتنا نانسي شماس. أهلا وسهلا فيك نانسي. أهلا فيك. كيفك؟ سافا. خبرينا أول شيء، ما نعرف المشاهدين شو هو البيبي شاور. البيبي شاور هي حفلة بتنعمل للمرأة الحبلة بالشهر الثامن قبل ما تولد. أكيد الأصحاب الأهل الكل بيعملوا ليها تحضيراً للمولود الجديد. يعني شو بضم هالحفل؟ شو الأكسسوارات اللي بنستعملها؟ شو الزينة؟ في كتير أكسسوارات، بس الأساس يلي هي الدايبر كيك، يلي هي التنحات مثلاً، هون أنا عملتها من دريس من فستان بقلبه كله دايبرز حفاضات، هيدي بتكون هي أساس. واكيد الهدايا اللي بتتقدم يلي هي بتساعد الام، والاكل طبعا يعني حسب شو ما في انواع معينه هدايا لازم نهديها. الهدايا يلي هي خاصه بالبيبي، بالبيبي من مناشف، من فوط، من التياب، بس اكيد كل شيء معمول بشيب معين، يلي هي اكيد الحفاضات كمان اساس، لانه هول كلهم بتحتاجهم الام. يعني ما فيها فينا نجيب كادو للام؟ فيك تجيب مبلا، فيك تجيب من قصص اشياء بيرسونيل فيها تستعملها بالاوبيتال، فيها اشياء تستعملها اذا بدها تردي عندها. يعني فينا نتصل قبل ونسال هي لشو بحاجه. اكيد بده يكون الواحد بده يحط اوردر قبل بوقت لتتامن كل شيء، ليتجهز كل شيء، ليتجهز للحفل وللجفت. طيب في ضيافة معينة لازم نعتمدها أو مثل ما بدنا؟ لا، ما في ضيافة معينة، كل شخص، كل حدا حابب يعمل الإيفنت تبعوله في حط حلو ومالح، في كتير موديلات، يعني ما في شيء معين. أوكي. حسب ذوقه. بس إذا ما بدنا نروح صوب المبالغة، شو مفروض نضيف؟ الأساسيات، في الأشياء الحلوة، مثلا في الكب كيك. أوكي. يلي هون أنا عملتهم على دريس، لأني حاطة الدريس. عم شوف صور؟ هيدول مثلا مزينين، هولي الفلاور بدك تزين كل الديكوريشن، يعني الانفيرونمون كله، يعني مش بس للهي. هولي مثلا هون جيلو، التيم كان بحر، في مثلا انا عامله الكيك بوب. هلا لازم نختار تيم معين؟ اكيد في، يعني ما فينا كله يكون زيت الشيء، الزينه، الاكل. بلا، بده يلحق كل شيء التام يلي الام او الخاله يلي مهتم بالحفله، اكيد بده يتبع تام معين اكيد، لحتى يكون كل شيء متناسق مع بعضه. مين بنظم حفل البيبي شاور، الام او اصحابها او الاقارب؟ هي اجمالا الاهل، يعني الاصحاب او الاخوه او الاخوات يعني، بس سايرين حتى الام عم بتحب انه هي تعمل بيبي شاور لحالها. اكيد. وهالحفل بيكون بقلب البيت ولا فينا نعمله برا البيت؟ بترجع لهن شو بيقرروا. ما في يعني شيء معين؟ لا، ما في شيء لازم نعمله. لا، ما في شيء معين بالبيت. بعدنا عم نشوف الصور. هدول كوكيز. هيدي كوكيز اجمالا، في كثير صور، في كثير موديلات، عليهم بس يفوتوا على الفيسبوك بيج لابيكولينا، على الويب سايت www.la-picolina.com. هيدا مثلا لبيبي صبي كيك، فينا نحط اكيد الكيك مش بس دايبر كيك. يعني ما هي عم بتحسي في كثير رواج على حفل البيبي شاور، في ناس عم بيطلبوا، في بلشوا العالم شوي. هلا هي فكره جديده، فكرة والعالم جديدة. عم بس في ناس مرات بيعملوا، بيقولوا بيبي شاور بيعملوها بعد الولاده. ايه، ويلكم بيبي بتسمى بيبي شاور. هيدا ويلكم بيبي، بتكون ويلكم بيبي، انه بس كمان بذات الوقت انه هن مبسوطين لانه البيبي يعني خلق
مثل ما قلتي مايا بالشهر الثامن مفروض ايه بالشهر الثامن ما فينا قبل او بالشهر لانه بعد بتكون بلشت بشهرة المرأة قبل انه بتكون بعدها عم بتحضر يعني هو البرفكت تايم شهر الثامن بالشهر الثامن لكن بدنا نقول لكل الحوامل هلا انه بالشهر الثامن لازم تعملوا البيبي شاور ولازم شو لازم الحامل تحضر ده. تحضر حالها بس انها تعمل الحفله وتنبسط يعني في غير اشياء غير الزينه غير الماكولات والضيافه مفروض تحضرهم لا ما في شيء يعني هي بدت تنبسط بهيدا الايفنت المعمول في نعملوا العاب اكيد ايه اكيد هيدا اوكي في جيمز بتنعمل ضمن الايفنت يلي هي فيها مثلا مين بيحفظ اسرع مين بيقدر يعمل اشياء كثيره للبيبي هلا مايا بالبيبي شاور فين يجوا الاولاد ولا بس الكبار؟ لا بس الكبار بس الكبار لكن بس الكبار فين يجوا شكرا لوجودك معنا مايا ورح نروح بريك صغير ومن بعده رح نتابع بقيه فقرات ببيروت خليكم معنا موعد جديد على الريفيرا الفرنسية وتغطية خاصة وحصرية لكان في الدورة 67 كان يا مكان خبايا خفايا ريد كاربت ستارز سيلبريتيز اند بارتيز في هذه الحلقه رح نستمتع باجواء ما شفتوهاش قبل بتشوفوها خاصه معي انا في كان وفي تغطيتنا الحصريه للدوره 67 بفقرة ست البيت النصائح المفيدة والعملية هي من اختصاص ضيفتنا غادة عضيمي أهلا وسهلا فيك غادة أهلا فيك جويس كيفك؟ الحمد لله سبا. اليوم غادة رح نفوت معك على المطبخ ونتعرف كيف بالطرق الخاصة فيك رح تعرفين عليها أكثر رح نعرف كيف نقدر يعني نشيل كل الروائح اللي موجودة أثناء الطبخ هالمشكلة اللي كلنا منعاني كلنا منها كلنا منعاني رح نبدأ بداية مع الأرنبيت أرنبيت شو سره؟ الأرنبيت كلنا منعاني من ريحته لأنه عنده ريحة كتير مزعجة وقت نسله فنحن عملنا ريبورتاج عنه وما بعرف إذا بتحبي نحكي عنه قبل الريبورتاج خلينا نحكي شوي قبل ما نشوف الريبورتاج كيف الطريقة المضبوطة حتى نقدر نتجنب رائحة الأرنبيت بدي أعطيكي هون هلأ قبل الريبورتاج ولا يلا نحكي عن شي تاني يمكن والمشاهدين أو بنحكي عن شي تاني قبل الأرنبيت لا نحتر نحن وياك ونتعرف من أنه عم نحكي عن الأرنبيت ونرجع نحكي عن شي تاني كلنا بنعرف انه عنسلة الأرنبيت بتصدر ريحة غير مستحبة فأنا عندي ثلاث حلول تنحل هالمشكلة أول حل هو انه نستعمل الخل ثاني حل الحامض وثالث حل هو قطعة أو رغيف من الخبز أول حل فينا نعصر عصرة حامض بالماء ثاني حل فينا نعبي حوالي الملعقة من الخل الأبيض أما ثالث حل يلي هو منجيب قطعة خبز ومنغطي فيها الأرنبيت وقت يغلي الماء الخبز بيمتص الريحة وبالتالي نسلو الأرنبيت بدون ريحة هلا في حال في ريحه كريهه بالمطبخ وحابين انه نبعد هالروائح الكريهه في حل كتير حلو وكتير هيك سهل هو انه نحط شويه مي بركوه مع شي تقريبا ملعقه من الفانيليا نضعهم على النار
نار خفيفة، ريحة المطبخ بتصير كأنه عملنا جاتو وريحة كتير حلوة وكتير طيبة. هل قد الفكرة بسيطة بهالسهولة فيها نتخلى نتخلص من الريحة البشعة؟ مزبوط، لأنه هي أوقات أشياء بسيطة كتير بس مفعولة كتير قوي. مزبوط، وهذا الشيء كمان فينا نطبقه على الحمص، يعني فينا إذا كمان نحط قشر الحامض مع سلق الحمص كمان عم بيعطي ريحة. وفينا كمان نجيب بس ريحة الحمص طيبة يعني، بس في ناس ما بحبوا ريحة الحمص، قالوا لي لأن قبل بمرة. ففينا نجيب ماشي ومنبللها بالخل ومنغلف الطنجرة فيها، كمان بيمتص الروايح. حلو، كمان في مأكولات كتيرة أكيد في عندها رائحة مثل السمك مثلا، يعني أكتر شيء صعب تروح ريحته، كيف فينا هلا بالنسبة للسمك قلي السمك فينا نحط، أنا إجمالا بحط شرحة زنجبيل مع بالزيت. بالزيت. بس قبل ما أحط السمك بحط شرحة الزنجبيل وبقلي السمك، بتخفف الريحة، ما في شيء بيشلك الريحة نهائيا، بس بتخفف الروية. بس يحمز الزيت منحط كمان السمك، ما بيعمل ريحة أو بيعمل ريحة بخفف أقل؟ لا بخفف الريحة. في منهم كمان بيحطوا بقدونس، كمان فيك تحطي مع البطاطا، فيك تحطي بقدونس مع البطاطا كمان ريحة. في مثلا إذا بدك تعملي سمك بالفرن، أنا بحط ركوة معدنية وبحط فيها مي وخل مع السمك بالفرن. حلو. كمان لأن الخل بيمتص الروايح. يعني هالقد نصائح كتير بسيطة فيها نعملها بالبيت ممكن تخلينا نتخلص من كل هالروايح. مزبوط. شو في كمان مأكولات ممكن تعطي ريحة بشعة؟ في البيض إجمالا كمان بيعطي ريحة. كمان أنا بالبيض بحط ملح، الملح مشان تأسل قشرة البيض مع سلق البيض. إيه، وقت تسل البيض. وبحط خل كمان حتى بحال انكسرت القشرة البياض البيض ما بيظهر لبرا، بيضل مجمد على طرف البيضة، وبنفس الوقت الخل كمان مثل ما قلنا قبل شوي بيخفف الروايح. شفنا كمان غادة بالتقرير بآخر التقرير انه منحط مي مع ملعقة فانيليا بترطب الريحة يعني ايه اكتر شيء انا بستعملها عندي بالمطبخ كأنك عندي عاملي جاتو، يعني بتعطيكي ريحة كتير حلوة بالمطبخ حتى بتنتشر على البيت وكأنك عاملي جاتو، ريحة جاتو. يعني منا فينا كمان رطب البيت ولا في كمان عنا نصائح أخرى؟ بالنسبة للبيت حسب أنه إذا كان الأوضة فيها ريحة عفن أو رطوبة أو روايح طبخ بالبيت، حسب شو هي الروايح يعني. بس إجمالاً بالبيت أنا أكتر شيء بحب الروايح العطرية، يعني الزيوت العطرية. أكيد. زيوت العطرية أكثر ريحة عن جد كتير طيبة، عن جد كتير طيبة، وعن جد يعني بتحسيها كأنه إنه طبيعية. نعم. وهي أكتر شيء بتطفي يعني ريحة حلوة إذا كانت على السخن، يعني إذا عطتي على الشوفاج على وين ممكن نلاقيهم هدول الزيوت اللي عم تحكي عنها؟ كتير هين نلاقيهم بصيدليات، بمحلات البارفان بيبيعوا بارفان يعني، بس أفضل نجيب نوعية جيدة يعني تتكون ريحتهم طيبة أكثر، لأنه بتفرق أكيد. ولا أكيد. بتعطي يمكن زنخة بد ما أقدر، أو يمكن ريحة بشعة مش كتير حلوة بدل الريحة الحلوة اللي عم ممكن إنه أو مش ما بتصور بتعطي ريحة زنخة، بس بتعطي إنه ما بتعطي الريحة الكفاية اللي نحن بدنا إياها. ما بتكون ريحة قوية يعني. غادة، كل هالمعلومات اللي بتحكي فيها اليوم وبالحلقات السابقة موجودة دائما بكتاب غادة البيت. مزبوط. خبرينا نرجع نحكي شو الهدف من كتاب هالكتاب. هدف الكتاب له كتير أهداف الكتاب، يعني ما بعرف أنا رح أعطيكي كم هدف. بتعرف إنه بالسوق في كتير مواد أو برودوي كيميائية، لا أكيد لتنظيف البيت، تنظيف التياب، إزالة البقع، تنظيف الفضة، فموجود كتير بالأسواق من هالبرودوي أو من هالمنتجات. نعم. بس في كل شخص بيلاقي الهدف اللي هو بده إياه، يعني في أشخاص بيحبوا يحافظوا كتير على صحتهم وصحة أولادهم، فبفضلوا أنه يستعملوا مواد طبيعية موجودة عنا متوفرة بالبيت بدل ما يشتروا برودوي كله مواد كيميائية مضر بالصحة ومضر بالبيئة كمان. نعم. في أشخاص بحبوا أنه ما عندهم وقت كتير بكون بيشتغلوا وما عندهم وقت يعملوا تجارب حتى يعرفوا المعلومة اللي هن بدهم إياها، بدل ما يعرفوا هالمعلومة يمكن خلال 15 سنة هيك بيعرفوها بسهولة مجرد ما يقروا الكتاب. صح. أو إذا وقعوا بمشكلة معينة. في ناس لا بحبوا يوفروا المال،
كمان هالبرودوي اللي بنستعملها بالبيت يلي هي متوفره بالبيت كمان ما يعني اسباب عديده يعني بتدخل كمان في كمان سبب رابع يلي هو اذا الشخص ما بحب يسال حدا يعني بحب يتكل على نفسه حاله. ما بده يسال امه او مرت عمه او جارته فبيتكل على نفسه بيتكل على كتابي بيحصل على المعلومه اللي بده اياها فهيدي هي الاهداف تقريبا اما بالنسبه للاستفاده من الكتاب هلا اكيد تطور المجتمع والفكر الانساني اكيد هي بفضل او بفضل المعلومات اللي بتتناقل وكل شخص بينقل المعلومه اللي بيعرفها مزبوط اكيد انا بنقل المعلومه اللي بعرفها لغيري وغيري بيعطيني المعلومه اللي ما بعرفها اكيد بدي اسالك اياه يعني اليوم كمان اكيد ما اكتفيتي بكل هالمعلومات اللي موجوده بالكتاب يمكن عم تكتشفي اشياء جديده شو لك عم تحضري كتاب جديد مثلا هلا انا قريبا هلا انا ما عندك كامل المعلومات لا انا وقت عملت الكتاب هو 250 صفحه وفي 50 صفحه انا بعدهم عندي ما ضفتهم على الكتاب حتى اعمل كتاب تاني نعم. اكيد في معلومات كتير كمان غادة بتحكي عن الثقافة المنزلية شو مقصود فيها؟ شو بتعني حضرتك فيها؟ الثقافة المنزلية كتير بيسألوني هالسؤال انه شو الفرق بين الثقافة المنزلية والتربية المنزلية التربية هي الاخلاق السلوك القيم يلي منعلم اولادنا عليها يلي هي كتير مهمة بس بنفس الوقت الثقافة المنزلية كمان مهمة يلي هي مثل ما قلت بتعني بالمطبخ والطبخ وترتيب البيت وتنظيفه واعتناء بالنباتات في ناس لانه ما عندها ثقافه يمكن مزبوط. لانه ما هي كمان ناس بتشتغل دائما ناس ما بتعرف كيف بدها تهتم بالبيت وانت موجوده اليوم من خلال الكتاب يلي مزبوط. عم تقدميه مع كل هالنصائح غدا نصيحه اخيره لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا ومشاريعك يلي بعرف انك مسافره شهرين بكره مسافره مزبوط لكل الصيفيه بدي اشوف اولادي باوروبا حلو نقاها نقاها تقيم مزبوط وممكن بآخر الفصل الصيف نرجع نكفي البروغرام وأعطيكم نصائح جديدة كمان إن شاء الله تروحي وترجعي بالسلامة وكمان بتستفيدي من أوروبا من بعض العادات يمكن والتقاليد يلي ممكن كمان تفيدك أكيد بالكتاب الجديد يلي رح تحضريه مزبوط بس أنا بالأساس كنت عايشة بأوروبا ومعلوماتي يمكن أغلبيتها نتيجة الخبرات اللي أخذتها هونيك والدورة التدريبية أكيد من هونيك وهلا يمكن كمان بدي أعمل دورة يمكن ما إن شاء الله أكيد بدي أعمل دورة هونيك كمان إن شاء الله بتمنى لك كل التوفيق وتروحي وترجعي بالسلامة أكيد ميرسي جويس لإلك وللإل بي سي وأنا بشكركم على كل البرامج اللي طلعت فيها عندكم كل الفقرات أهلا فيك غادة غادة مين بتحب تسمعي القيصر كاظم الساهر كثير بحبه خلينا نشوف نحن وياك او نتذكر نحن وياك والمشاهدين كيف كانت اطلالته بمهرجان موازين بالمغرب وبنرجع نتابع ميرسي يلا يشرح لك شعوري يا حبيبه ودي اشكي لك شجوني يا مكيجه واسمحي افتحي لي باب قلبك واسمعي وشوفي قلبي كيف حبك ودي منك لو دقيقة قول اقبلت يا روحي في دفرحة وكلها يا راعي الود والصحبة I'm not afraid of the dark.
معالمه الطبيعية والسياحية، بتحكي عنه وعن جماله الكاتبة والإعلامية نضال شهاب. كنت نسيت اسمك. أهلا وسهلا فيك نضال. أهلا وسهلا فيك نيفين. بداية، هل سهل الكاتب يحكي عن لبنان، عن بلده؟ أبدا 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 أبدا، وخصوصي عن بلد مثل لبنان. نعم. لبنان مش من السهل أبدا إنه ينكتب عنه. لبنان اللي بده يكتب عنه لازم يكون بيملك حس جرير، حكمة المتنبي، فلسفة سقراط، ريشة دافنشي، ألحان بيتهوفن، صياغة ديسكوفسكي ليكتب عن لبنان. وأنا ما بملك إلا رحمة الله، بس حبيت أكتب عن لبنان. نضال، هيدا الجزء الرابع. نعم. عن شو بيحكي؟ شو الأبرز بهيدا الجزء؟ هيدا الجزء الرابع من موسوعتي لبنان سياحة لكل الفصول، الإصدار الرابع اللي بيتضمن أكثر من 180 بلدة من أروع وأجمل البلدات اللبنانية والعالمية، مش بس اللبنانية يعني. نعم. هيدا الإصدار لما بيتضمن الحديث والتعريف عن جزين وعن الناقورة وعن بيت شباب وعن دوما وعن طرابلس وعن بيروت وعن علي وعن حمانة وأكثر، بيكون أجمل كتاب. قديم أربع إصدارات. أي جزء؟ أنا الأراد حكمل لأحكي وأكتب عن كافة البلدات اللبنانية اللي عددهم اليوم صار 1200، ولخلص الموسوعة بعد حوالي 3 أو 4 سنين بيكونوا يمكن صاروا أكثر شوي، يعني ما مش لأن كل فترة بيصير في انتخابات بلدية، وبالتالي هني 1500 قرية هالكرة بعد فترة حيصيروا بلدات، وعدد البلدات حيزيد عن 1200، وأنا مكملة. هل كل البلدات اللي صرت تحكي عنهم بتروحي بتزوريهم؟ 100%، أنا ما في بلدي كتبت عنها عن بعد، كل بلدي زرتها صورتها، التقيت برئيس بلديتها، بمختارة، بمؤرخ فيها، بحبشت نبشت يعني، حفرت لجيب معلومات وجيب صور وجيب يعني شيء حلو قدمه للناس من خلال كتابي عن البلدات. نضال، كيف طلعت معك الفكرة أنه بدك تحكي عن لبنان وعن جماله؟ ما في حدا بلدة بلدة يعني، هيدا ما في حدا بيشتغل بالإعلام أوكي وبيزور بلدات لبنان ما بيقطع قطع الطريق من أوتوستراد لأوتوستراد، وما بيقول أنه لازم أعمل مشروع إعلامي يروج ويعرف عن لبنان. لبنان ولا ممكن أنه في حقه من خلال كتاب أو من خلال صورة فوتوغراف أو من خلال أي شيء. يعني الفكرة هي شغلة كتير بسيطة انه اعمل هيدا الكتاب. نحن لازم نعمل اكتر بكتير من كتاب ومن موسوعة ومن فيلم ومن اي شيء. كيف رأيك نضال فينا نحافظ على صورة وجمال لبنان؟ بتسليط الضوء عليها، مجرد ما تسلطنا الضوء على جمالات لبنان بنكون عم نحافظ عليها اوكي، وبالاهتمام يعني بالاهتمام باثارنا، اهتمام ببيئتنا المائية البحرية البرية، يعني الاهتمام بلبنان من كافة النواحي منحافظ عليه، ومنحافظ على لبنان من خلال تسليط الضوء عليه. طيب شو التعليقات اللي عم تجيكي من خلال القراء اللي عم يقرأوا الكتاب؟ هلأ كل حدا بيشوف الكتاب بينبسط فيه بحبه. التعليقات السلبية هي من الناس اللي ما لقوا بلداتهم بالإصدارات الأربعة، إنه ليه ما كتبتي عن بلدتنا، وأي متى حتكتبي عن بلدتنا، وليه ما زرتيها، هيدول نضال اللافت انه الكتاب بيتوزع مجانا بالمرافق والمطار. نعم. عم تحسي في رواج؟ قد ايه هذا الشيء بيساعد؟ هلا شوفي الناس بتشتري كل شيء الا الكتاب، بتبخل شوي شوي على شريته، فعشان هيك انا عم اقدم لبنان، يعني عم بفرض على القارئ انه يقرأ عن لبنان من خلال توزيعي للكتاب مجانا. انا بطبع حوالي 25,000 نسخة سنويا، بوزعهم بالمطار، بالمرافق العامة، بلديات وغيرها، وببعت كمية كتير كبيرة للبنانية بالخارج عبر الجاليات. نعم. فعشان هيك يعني انا عم التوزيع المجاني هو عم بيشجع على الكراء. بس بده يكون في داعم من في بعض المعلنين وانا. طب مين ساعدك بالانتاج؟ عندي شركة انتاج صغيرة خاصة لإلي. نعم. عم بنتج هيدا الكتاب عبره او ماشي الحال. صفا، مين في حدا عم بيكتب فيه غيرك او انت؟ لا كل شيء عم تكتبيه؟ هو لانه اعدادي انا مسؤوله عن الكتابه من الاي تو زد من الاربع سنين وجاي، واكيد لخلص الموسوعه كلها. طب جماله، انه جماله او قيمته المعنويه للكتاب، انه انا عم بشتغله تصوير، انا عم بشتغله تحرير، انا عم بشتغل انترفيوز، انا عم بشتغل جرافيك ديزاين، انا عم تابع مطبعه. برافو، يعني فروم اي تو زد، يعني شغل نابع من كل قلبك. نعم. كيف بدي اسالك، كيف تبلشي تقرري انه بهيدا الجزء
جزء بدي هيدا البلد وهيدا البلد كيف بتقسميهم؟ أول شيء أنا مضطرة أكتب بكل جزء عن كل المحافظات، لما بدي أقول لبنان سياحة لكل الفصول مجبورة أكتب عن كل المحافظات، وكل المحافظات فيهم بلدات حلوة، بالتالي أنا مجبورة أكتب عن أجمل أربع خمس بلدات بهالقضاء، أربع أجمل أربع خمس بلدات، عشر بلدات بهيدا القضاء، بنتقي أجمل بلدات، بتواصل مع رؤساء البلديات لأن هني بيسهلوا لي الأمور كرمال التصوير وكرمال يعطوني معلومات، وبزور البلدات بكتب عنها. يعني أنت بتصوري وبتكتبي عن البلدة؟ بالضبط. هل في مشاكل عم تواجهيها؟ لا الحمد لله، ولا مرة صدفت أي مشكلة. يعني في ناس بيقولوا لي إنه أوف كيف رحتي على قطعتي طرابلس ورحتي على هالبلد وكتبتي عنها، بقولون إنه الحمد لله أربع سنين صار لي عم زور بلدات ولا مرة تعرضت لأي شيء لا سمح الله. بأول جزء شو كان أول بلدة بشو بلشت؟ بلدتك أكيد ضيعت. بلدتي؟ لا مش بلدتي، أول بلدة كانت مدينة صور. مدينة صور. لأنها مدينتي كمان. وهي مدينتي بلدي. مش بلدتي، بلدتي اسمها طير دبة، مدينتي اسمها قضاء صور، فبتذكر انه بلشت بمدينة صور، بس اكيد كنت مبلش، يعني الكتاب بلش بمدينة بيروت، بس انا وقت بلشت كتابي كتبت عن مدينة صور. شو اخر بلدة زرتيها؟ اخر بلدة زرتها هي اجمل بلدة، اخر بلدتين زرتهم باخر شيء كتبت بلدة دوما وبلدة بيت شباب، يعني اجمل بلدات العالم ثابت انه زرتهم باخر اصدار، بس بعد في بلدات كتير حلوه ما ذكرتها من خلال ذكري وكتابتي عن 180 بلده بهذا الاصدار. انا عمليا صرت كاتبه عن حوالي 550 بلده، هال 550 بلده بعد في قدهم اللي هن 1000 بلدتين ما بيقولوا جماليه عنهم ابدا، يعني في بعض بلدات عكار والشمال كمان بلدات كتير حلوة بعد ما كتبت عنهم، يعني ما تسنى لي الوقت انه اكتب عن معظمهم. نضال بكل بلدة شو بتكتبي؟ شو بتذكري اكتر شيء؟ قدي فيها عدد سكان؟ اول شيء اذا بتشوفي بالريبورت ببلش هيك بوصف طبيعة البلدة، كم جملة شعرية نثرية غزلية اللي بدك اياها، اوكي، بعدين ببرز معالمها الجغرافية كيف بنوصلها من بيروت، يعني اللي بيشوف هالبلد وحبها وحابب يزورها كيف بده يوصلها من بيروت. حلو. طريق الوصول للبلدة، اوكي، الحديث عن الناحية الجغرافية، البلدات المحيطة، كل الامور الجغرافية، بعدين فوت على المواضيع التاريخيه الاثريه السياحيه البيئيه البشريه، يعني التنمية الواحد بيقدر الدينية، يحكي اوكي العائلات، كل شيء، يعني بيقدر يقرا الواحد عن البلده ويعرف كل شيء عنا قبل ما يطلع عليه، وبتحمسيه حتى بالضبط. حتى كمان في شغله بالكتاب هي مهضومه، بحمس رؤساء البلديات من خلال هالكتابه عن البلده، بقول انه البلديه الناشطه قامت بمشروع كذا ومشروع كذا ومشروع كذا، بتضوي على كل شيء، حافز حافز وتشجيع على رؤساء البلديات انه يعملوا اكثر، بصير في منافسه، في منافسه، بيفتح رئيس البلديه لك والله بلديه برافو عاملين هالمشروع ولا حلو هالمشروع لازم نحن نطبقه او نعمل مثله، او شي رئيس بلديه مغرور بيقول نحن هيدا المشروع من سنتين وثلاثة، يعني هيدا الموضوع الانمائي كمان هو موضوع جمالي، يعني اضافه جمالات على البلدات من خلال العمليات الانمائيه اللي عم بتقوم فيها البلديات، بلس بالنشاطات الاجتماعيه اللي عم بتقوم فيها البلديات من مهرجانات، هيدا مهرجانات، احتفالات، سوق شعبي، نحن بدنا نتشكرك ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بتضلك بهالهمه. تسلمي. بس ما قلتي لي بلدتي قطعت او لا؟ درقانون اكيد قطعت. بأي جزء اشتري الكتاب؟ لا قلت لك الجزء الكتاب هو يوزع مجانا فما بينباع، بينهدى، بس اكيد بنهديكم الاصدارات القديمه والاصدارات الجديده، الاصدار الجديد هو عندكم. درقانون بتصور باصدار 2012 قطعت. اوكي بدي ارجع فتش عليه يعني. انا ببعث لك اياه. ميرسي نضال. لكن هلا بريك صغير ومن بعده رح نتعرف على الفنان وسام هلال. موعد جديد على الريفيرا الفرنسية وتغطية خاصة وحصرية لكان في الدورة 67. كان يا مكان Yeah.
عباية، خفايا، ريد كاربت، ستارز، سيلبريتيز اند بارتيز. في هذه الحلقة رح نستمتع بأجواء ما شفتوهاش قبل بتشوفوها خاصة معي أنا في كان وفي تغطيتي الحصرية للدورة 67. To shooting stars, feeling like we've come so far. Didn't realize you did not feel the same. You're killing me. And every time I see your face, I can't even look the way. Looking in the atmosphere, I don't know what we have here. اهلا وسهلا بضيفنا العالمي وسام هلال.
يلي تاني مرة بيكون معنا. أهلا وسهلا فيك يا وسام. يعطيك العافية. في مايكروفون؟ في مايك. قرب شوي نسمعك أكثر. وسام مبروك. بدي أقول لك على فيديو كليب I want you to know. خبرنا أكثر عنه، خبرنا عن الأغنية، مع مين تعاونت فيها؟ الغنية كانت produced by كاليفورنيا لشركة BT Entertainment بهوليوود. المنتج الاونر تبع الشركة براين تود هو اللي لحنها وزع مع ميشيل لاني وهيك. مين كتب الأغنية؟ ميشيل لاني، براندن دراهس. براندن دراهس كمان بوب ستار كتير معروف بأمريكا، ويعني في تعاون عليها كذا حدا. وكمان لافت انه تم اطلاق الفيديو كليب على برشاشة فيفو الى جانب عدد كبير من النجوم الكبار. قد هيدا الشيء بدف لك اليوم؟ هيدا الشيء اكيد بدف لي كثير، لانه هيدا بعد يمكن اذا بدك بعد سنه وحده، انه هيدا الشيء يعني في فنانين اليوم لهم انه اذا بدك 5 سنين 6 سنين 10 سنين و12 سنة بالانترناشنال ماركت وما وصلوا يمكن ليعملوا هيدا الشيء اللي نحن قدرنا انا وإدارة اعمالي نعمله بسنه واحدة اذا بدك. وسام، انت اول فنان عربي بيتم توقيع مع شركه عريقه بهوليوود، كيف بتشوف هالانجاز؟ هيدا اكيد انجاز كبير، بس هيدا ما بيقول انه انا نجحت اليوم، لنكون تو بي اونست، لانه اليوم السوق العالمي كتير كبيره. انا ماني حدا عم نزل غنيه ميدل ايست يو نو وعم بنجح هون، لا هيدا عم نشوف انترناشونال ريكوجنيشن، فشي كتير صعب، بس اكيد كخطوه عالمي. اولى اكيد اتس ذا فيرست ستيب يعني. اكيد رح نحكي اكثر بالتفصيل عن هالخطوه الاولى، ولكن بعد ما نشوف نحن والمشاهدين الفيديو كليب يلي عم نحكي عنه. اكيد يلا. Just shooting stars, feeling like we've come so far. Didn't realize you did not feel the same. You're killing me. And every time I see your face, I can't even look the way. Looking in the atmosphere, I don't know what we have here. يعطيك ألف عافية. هالكليب كمان مش بس مهم يكون الكليب مصور برا أو انعرض بالدول الأجنبية، كمان المهم أن الأغنية تنال مراتب عالية. هل نالت هالمراتب؟ ما بعرف، هيدا الشيء مش أنا بقوله يعني، هيدا الشيء أنت أنه شفتي الكليب. ما كان في لا، أنا بقصد الأغنية، ما كنت عم بتشوف قدامك أنه في مراتب لفنانين عالميين كمان وأنت عم بتكون بين هدول المراتب؟ لا، إذا تبي يعني هون لنكون صريحين، الغنية هاي إذا بدك تصنفيها عالميا أنا بقول أي كلاس، يعني الغنية كبرودكشن كميوزك فيديو ككل من كل النواحي. إيه ككل شيء لا، كانت الحمد لله وبلشت تاخذ سكسس يعني الحمد لله، بس بعدنا سموث لانشينج. ويسام، بتفضل العمل بهوليوود ولا بالشرق الاوسط؟ اكيد بهوليوود، اكيد بهوليوود، لانه برا كثير بيحترموا المواهب يعني ريجاردلس من وين طالعه من وين شيء، في احترام اكثر للصوت، في احترام اكثر للباكج تبع الفنان، وفي برودكشن كواليتي احسن اكيد. طب مع انه الاشخاص اليوم بتفضل تنطلق من لبنان يمكن او من الدول العربيه. بدي اقول لك شيء، انا انطلقت من لبنان ما قلت لا، بس انت سؤالك كان شوي محدد انه انا وين نحن عم نحكي. اكيد ميوزك برودكشن طبعا، كميوزك برودكشن للشيء اللي انا عم بعمله اتس انترناشونال، يعني ما فيك تروحي على هوليوود تقولي لهم اعملي لي مثلا موشحات
100%. كيف اليوم عم بتلقى كل الأصداء على هالكليب وهالأغنية؟ كيف عم بتكون برا بالخارج بما أنه عم نحكي عن الخارج؟ حلوة أكيد حلوة، بس هيدي الغنية يعني إذا بدك كانت أول غنية بالإنترناشنال ماركت لألي، فـ it was more like of a test لنشوف شو أنا رح أعمل برا. بس الحمد لله يعني إن شاء الله الغنية اللي بعدها المفروض تنزل أوديو بعد أسبوعين، وإن شاء الله رح تكون شوي more like of a summer feel يعني، فإن شاء الله تاخد. ويسام، هل في منافس لويسام هلال بالستايل اللي عم تتبعه؟ بالستايل لا، لأنه أنا عم بعمل الـ kind of boy band music. هيدي ولا مرة شر أنه حدا بالميدل إيست عملها. أول شيء لأنه الميوزك هيدي ما بينعمل production بالميدل إيست، ثاني شيء أنه ما بعرف يمكن ما حدا خطر له. هل عم يسعوا إدارة أعمالك تسويقك ريكي مارتن على طريقة ريكي مارتن؟ لا اكيد لا، لانه انا بالاخير انه عم حاول اخذ الايدنتيتي الخاصه فيي لالي. هلا اذا الناس بيشوفوا يمكن سيميلاريتيز بالشكل بالهيدا الشيء، هيدا اكيد شيء حلو كثير انه طب معقول الطريق اللي عم تمشي فيه يكون على مثل طريق مساري مثلا؟ اكيد لا، كمان لا، with all respect لا، لانه اول شيء مساري بغني ار ام بي ما بغني بوب، انا بغني بوب. ويمكن نختلف عن بعضنا شوي بالعمر، انه في فرق عمر منيح بين قد ايه عمرك انت ويسام؟ انا 24 وهيدي الفتره شوي بالكارير باي كارير حدا من ال 20 ل 30 شوي يو نو بتفرق شوي. مهم يمكن بتفرق. كمان العمر مهم، النوع الموسيقي اللي عم نقدمه طبعا كمان مثل ما ذكرت نيفين مساري، وكمان شفنا كارل وولف اليوم. شو بيختلف وسام هلال عن النجمين كمان اللي تعرفنا عليهم من لبنان ونجحوا بالخارج؟ اكيد اول شيء بدي اقول لك شيء، اي حدا بينجح بانه بيعمل انترناشونال ميوزك بالميدل ايست وبينجح برا او بينجح بالميدل ايست، هيدا يعني لازم انه كثير نحترمه، لانه كثير صعب انك تعملي انترناشونال ميوزك وتنجحي اكيد مثل الاسماء اللي ذكرتيهم قبل. بس اكيد انا يمكن عندي خط شوي بعيد حتى بالميوزك اللي عم بعملها، فما بلاقي كثير في شو الخط يلي انت عم تعتمده؟ البوب ميوزك هيدا البوي باند بوب ميوزك اذا بدك. بعد ما في له كلتشر بالميدل ايست، اذا بدك هاي سكول ميوزيكال اذا بتتذكري الموفي، هيدا الشيء اللي بعده ما نعمل بالميدل ايست، فانا هيدا شوي بعيد عن كل شيء نعمل بالميدل ايست. قبل بيسام عم تحضر غنيه جديده كمان؟ اكيد في غنيتين هلا، وعم تتعامل مع نفس الاشخاص براين تود. اي وونت يو تو نو كانت ثالث تعاون مع براين تود، هلا في عندي رابع ثاني تعاون، عندي ثالث تعاون مع براين تود رح يكون مفروض ينزل بعد اسبوعين. واوديو الغنية رح تنزل، رح تكون هيك مثل ما قلت لك مور اوف ا سمر فيل سونج. يعني شو الاستراتيجية اللي عم تتبعها؟ شو الاهداف؟ هيدا سؤال كتير جنرال ما فيك تسأليني. طيب شو الاستراتيجية اللي عم تتبعها انت هلا بطريقك كحدا مبتدئ وعم ببلش ووقع مع شركة بهوليوود ومش مين ما كان بيقدر تنسنح له هيدا الفرصة؟ مظبوط. ليك بدي خبرك بهيدا الدومين، يعني انت هدفك توصل عالميا اكثر من انه توصل مثلا بالشرق الاوسط او بهوليوود اكثر؟ اكيد اذا بدك if you make it there you make it anywhere، يعني اذا بتنجحي بهوليوود شيء اكيد انك تكوني نجحتي بكل العالم. هلا بالنسبه لإلي انا واداره اعمالي عم نعمله انه تركين الماركتينج بهوليوود لبراين تود، سنس انه انا كمان عم بكبر از ان ارتست، يعني عم حاول لاقي الايدنتيتي تبعي از ان ارتست لكون عن جد جاهز اني فوت الانترناشونال ماركت بعمل كثير كبير. هلا عم نشتغل ماركتينج ميدل ايست وبراين تود مستلم الامريكا، بس بلبنان عم بيحفظوا الغنيه. هيدي اول غنيه لإلي بتعمل اذا بدك بتحسسني انه عم بيصير عم ببلش يصير في ضوء عليك يعني. بالضبط وسام، كل اللي تفضلت وحكيت عنه اكيد اليوم كثير مهم، ولكن الاستمراريه هي الاساس اكيد. من بعد هالنجاح اللي تفضلت وعم تحكي عنه، هالتقدم يلي عم تبرزه، كيف اليوم وسام بده يستمر؟ من انه عدد كبير من النجوم شفناهم نجحوا يمكن بلحظات معينه، سنه سنتين ثلاثه، باغاني عن جد ضربت وفجاه اختفوا، او يمكن ما عرفوا، يمكن اختاروا او استراتيجيه يلي تفضلت وحكيت عنها نيفين من شوي حتى يقدروا يكفوا بهالنجاح. كيف اليوم وسام بده يشتغل على حاله ليبرهن انه انا لبناني بس في انجح بكل العالم؟ انا سوري. انت سوري؟ عفوا، اكيد بلد وحده بكل العالم. أكيد لبنان وسوريا بلد وحده، بس not too mixed. اللي بدي اقول لك انه ما بعرف اذا بكره وين رح، عن جد ما بعرف. هيدا الدومين كتير صعب لتعرفي بكره شو مخبي لك بهيدي الاندستري. انا عم بشتغل، عندي اداره اعمال، عندي تيم كامل عم يشتغل على الموضوع.
وعن جد ما بعرف يعني انا بدي استمر اكيد وبدي ضلني وعم بشتغل وفي بلانز هلا للسنه لقدام. بدنا نسالك هلا عن المشاريع واجواء الصيف كمان شو محضر لنا؟ في عندي عندك حفلات اكيد اكيد بين مصر والمغرب عندي 3 كونسرتس بس لايك اوفر بيج ايفنتس يعني ايفنتس كثير كبار ان شاء الله مع ناس مع غير فنانين بلبنان عندي شيء بلبنان ايه بس ما بدي احكي عنه ليه؟ طيب لانه قبل ما وقع اي نو بس قبل ما وقع الكونترا ما بحب احكي عن شيء عرفت ما يصير يقولوا عم يعمل اوكي بس منقول للي بحبوك انه نتشجع أكيد أكيد. ممكن تكون بلبنان اكيد ديفينتلي بالشهر الجاي ان شاء الله كمان ان شاء الله اكيد شاء الله. وسام هلال شكرا لك واكيد كل التوفيق ان كنت بسوريا ولا بالدول العربيه ولا بكافه انحاء العالم اهلا وسهلا فيك ببيروت ثانك يو كثير ثانك ان شاء الله كمان نستقبلك عن جديد مع عمل كمان بيكون هالقد ضخم وبنحكي كمان عنه بالتفصيل اهلا وسهلا فيك ثانك يو كثير مشاهدينا رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا لليوم وبنرجع بنتابع خليكم برفقتنا موعد جديد على الريفيرا الفرنسية وتغطية خاصة وحصرية لكان في الدورة 67 كان يا مكان خبايا خفايا ريد كاربت ستارز سيلبريتيز اند بارتيز في هذه الحلقه رح نستمتع باجواء ما شفتوهاش قبل بتشوفوها خاصه معي انا في كان وفي تغطيتي الحصريه للدوره 67 نحن جاهزين لنساعدكم لحتى تبلشوا البزنس تاعكم. أنا أقول خلي يعني the best products displayed اللي هو لازم يكون سنسر. Business without ماجدة you're in big trouble. قاعد نحب نقول لها عن اللي قاعد نسوي. أسماء لا تعرض راسي بسوالف ماجدة. لأن كيف تعرض راسي؟ أكيد إنه قاعد يصير فيها في زواجها يعني أحس هي في مكان. Nothing قاعد يصير في زواجها. Tell me the truth. I've just told you the truth. أنا لازم أتجسس على رأيلي. رأيلك كان هني ويا واحد. You're sure you're not forgetting anything. You never went out to eat at a restaurant ever. You only ordered room service. Can you please stop? What's up with your sister lately, Shema? من شيما؟ كنت شاكبين عليك والحين تقولي لي أنت في البيت. إيش دخلك تجيني هني؟ مجلسش ليش دوم الناس؟ ماجدة فضحتينا. شفيك؟ She hates liars. هل طريقة الوحيدة لفتك منها؟ فاطمة! أسماء! Somebody leaked information. حياة خوات الليلة الساعة 7 المساء على الـ LBC. سانسلك الجديد الحل لمشكلة تساقط الشعر. جديد أوريو بنكهة الآيس كريم. على برنامج بوب اب مع انجيلا على ال بي سي وقنوات روتانا اكسكلوزي قصار حبالي فلة جزائرية جاد شوي نايا روميو لحو ثانكيو لاليك على البرنامج الحلو اللي هيك بيواكب كل اذا بدك الاحداث الحلوة ومثل العادة never forget to keep on popping up keep on popping up keep on popping up keep on popping up بوب اب الاربعاء الساعة 7 المساء على ال بي سي ترجمة
الخليج العربي ومصر والمغرب العربي وكافة أنحاء الوطن العربي، برنامج واحد بيسلط الضوء على أجمل وأجدد الأغاني. مين اللي مسيطر على المركز الأول؟ إليسا، عمرو دياب، فنان العرب محمد عبدو، أو المطربة نوال الكويتية؟ أغاني بتتقدم وأغاني بتتراجع، وكل التفاصيل ببرنامج توب 40، برنامج السباق الرسمي للأغنية العربية بالوطن العربي. توب 40، الخميس الساعة 7 المساء على الـ LBC. Summertime and the fashion is easy إذا بتبعوا كاترو. شو الموضة بالميك اب والشعر اخر التسريحات واهم الميك اب ارتست حول العالم؟ دايما بيعطونا اهم التيبس لالكن، اجدد نصايح من اهم الهير ستايلست حول العالم، الهوز هو بعالم الفاشن واجدد الفاشن شوز، وما تنسوا التيبس اند تريكس اللي دايما بتشوفوها بكاتوك. كاتوك يوميا الساعة 6 المساء على LBC. مشاهدينا، عودة لآخر فقرة بحلقتنا لليوم من بيروت، ومثل ما وعدناكم حصة خاصة للموضة مع مفهوم جديد اللي هو جاراج لوكس. سبق وتعرفنا عليه ببداية الحلقة بشكل بسيط، هلأ رح نتوسع أكثر عن هالكونسبت الجديد مع كارين فرسون. أهلا وسهلا فيك عن جديد كارين. أهلا فيك جويس. ومينا منينة، أهلا فيك. خلينا نرجع نذكر المشاهدين يمكن يلي ما تابعونا بالبداية، شو هو هالكونسبت الجديد اللي هو جاراج لوكس، وكيف اجتمعتوا على هالفكرة الجديدة؟ جراج لوكس هي شركة جاية من فكرة إعادة استعمال أو استهلاك الألبسة والجزدين والأكسسوريز اللي هي لوكجري للنساء. نحن بناخدها من النساء يلي عندهم غراض مش عم بيستعملوها، بقى بنرجع من عيدها منبيعها للنسوان تانيين يلي بحبوا يكون عندهم هالايتمز بس ما كانوا قادرين يشتروهم قبل. هيدي الفكرة بتتم عبر الأونلاين ستور، يعني through the website، يعني لازم يروحوا على الويبسايت تبع جراج لوكس يشوفوا القطع، وفيهم كمان يتواصلوا معنا عبر السوشيال ميديا، لأنه كمان نحن بنعرض الأبديتس على السوشيال ميديا على انستغرام وفيسبوك جراج لوكس فاشن، وفيهم كمان ياخذوا appointments على شورو من شان يقيسوا ويشوفون كلوزلي. يعني هيك الناس بتقدر تتعرف عليكم أكثر عبر جراج لوكس على السوشيال ميديا، بتفوت على الانستغرام أو فيسبوك وبتشوف كمان كل التصاميم يلي عم تكون موجودة عندكم. كل فترة في أشياء جديدة، كل يوم عنا شيء جديد، كل يوم شيء جديد. كل ما السيدة تتوجه لعندكم وتقلكم أنا هاي القطعة ما بقى بدي إياها، على أي أساس بتختاروها؟ نحن جراج لوكس، صحيح اسمنا جراج بس نحن ما خصنا بالفينتج. عنا كريتيريا مننقي فيها، اول شيء الايتم لازم تكون جديده وبعدها على الموضه هلا دارجه، لازم تكون وضعها كثير منيح، يعني ما بتميز بينها وبين قطعه جديده من المحل. ونحن بناخذ ماركات معينين، يعني بناخذ بس البراندز اللوكس، يعني مثل شانيل، لوي فيتون، سيلين، بالانسياغا، مصممين المشهورين مثلا مثل إليسا عاب، ربيع كيروس. فعنا بس هول الكريتيريا اللي بننقي. قبل ما نبلش نشوف الفساتين، مينا عندي سؤال حشري، نفس الاسعار بتكون ولا بتكون ارخص؟ يعني السيده يلي ما قدرت تشترك شانيل مثلا تدفع هالقد غالي، ممكن تلاقيه مثلا موجود عندكم بسعر ارخص ولا كيف السيستم؟ لكن هذا اهم سؤال، اهم سؤال عشان هيك انا حشريه اعرف. لانه فكره جراج لوكس هي انه نقرب اللوكجري لكافه الناس، والفكره انه القطعه اللي ندفع عليها مبلغ كثير عالي هلا صار كثير مقبول سعرها، وكثير بيقدروا يشتروا
مشروع، والأهم من هيك كمان خلقنا تسهيلات بالدفع، يعني قطعة صار فيهم يقسطوها عنا بشهرين، سو في تسهيلات وفيهم يقدروا يشتروها حتى لو كانت قبل سعرها كتير عالي. فنقدر نشوف عنا هلأ 6 تصاميم رح نتعرف عليه ونحن وياكم. خلينا نبدأ بالبداية مع التصميمين، مع فستانين. هيدا الفستان من تصميم إلي سعد بريتا بورتي، بكون اللبس مرة مثلا على عرس وخلص ما بقى حترجع تلبسه لأنه خلص شفوها في العالم، فبترجع بتحطه عنا وبيرجع بينبيع. حلو. في كتير ناس بحطوا عنا أشياء مثلا المصاري كلها اللي عم ياخدوها بتروح ليساعدوا فيها يعني كوز معين، فمثل هذا الفستان مثلا رايح ليساعد بأطفال معهم سرطان مثلا، عم يبيعوا نشرب أمان تقريبا 6,000-7,000، عم ينباع بكتير أقل. حلو كتير. يعني ما بعرف كمان مينا، في بعض الصبايا يمكن بيستحوا انه يشتروا قطع يمكن ملبوسة، غير ما بدي اقول انه ما بيتقبلوا الفكرة، كمان بيستحوا يمكن انه انا بستحي اشتري هالقطعة. شو برأيك؟ هيدي الفكرة اول شيء راودتنا باول بداياتنا، بعدين الناس برهنت انه مش ما عندها اياها مشكلة كبيرة. ومثل هذا الفستان هلا من تصميم المصمم ايدن عدنان، يعني حرام انه ما ينلبس مرة تانية وما يرجع ينشاف. نعم. كمان عم نشوف نحن وياكم فستان تاني. سو هو برجع بذكر من تصميم ايدن عدنان، كمان مصمم لبناني. يعني كمان عم نلاحظ انه مختلفين عن بعضهم، يعني كل ستايل. قد ايه هذا الشيء كثير مهم كمان يكون موجود عندكم، تنوع بالستايل موجود. مزبوط. نحن بنعمل السلكشن تبعيتنا انه تكون شوي مش الاشياء الكثير كلاسيك والتيبيك، يعني بنعمل ستايلينج والسلكشن تبعيتنا عن جد، اللي عم بيجوا عم بلاقوا اشياء ما عم بيقدروا، مش متوفره بالسوق يعني. نعم. رح نتابع اكيد حديثي انا وياكم، وانما رح ننتقل الى برنامج سيدتي مع زميل لرنيم لنتعرف على أهم فقراتهم لليوم. تفضل رنيم. شكرا لكم وتحية طيبة من فريق عمل سيدتي لفريق عمل برنامج ببيروت. اسمحوا لنا اليوم نعرفكم على فقراتنا، ومن بينها أننا بنتحدث عن معرض للسياحة تصاميم واللي يضم العديد من الأعمال الهندسية ذات الطابع الشرقي والغربي، هذا إضافة إلى أننا بنتعرف على حملة تثقيفية بعنوان نحمي أجيالنا لمكافحة المخدرات، وبكل تأكيد بتكون معنا اليوم مدام ماريا مخلوف اللي بتعرفنا على 4 خطوات مهمة لكيفية التعامل مع مشكلة النسيان، وأيضا نصائح مستمرة لمرضى السكري، هذا إضافة إلى العديد من الفقرات والمحطات المتنوعة دائما في سيدتي. فكونوا مشاهدين على الموعد بعد قليل على روتانا خليجية. أما فريق عمل بميروت فمتابعة طيبة لما تبقى من فقراتكم الممتعة. شكرا لك رنيم، واكيد كل التوفيق لكم ببرنامج سيدتي. بنرجع لعند كارين ومينا، خبروني كيف تتحققوا من قيمه، يعني كنت عم تقولي من شوي كارين نحن بدها تكون القطعه اكيد مرتبه يمكن ملبوسه مره او مرتين، هل ممكن تتقبلوا اذا قطعه كثير مرتبه ولكن يمكن فيها خزق صغير او ما بعرف، ممكن لا. تهتموا انتم بهالتفاصيل ولا لا بدها تكون القطعه يعني جاهزه؟ نحن بنطلب من صاحبه القطعه تصلحها، واذا كانت ما قادره تصلحها بنفضل ما ناخذها، لانه اللبنانيات كثير بيكي، يعني اذا اجوا شافوا قطعه منزوعه حدا قطعه حلوه ما بيقعدوا يحبوا يطلعوا. العربيات كمان بشكل عام بالزبط. يعني اكيد بالضبط. كمان مينا، في فساتين عرس؟ بصراحة نحن افتتحنا جراج لوكس كان في عندنا الويدنج برايدلز، فايه فيهم يجوا يشوفوا الويدنج برايدل، وفي عندنا الفساتين السهرة الطويلة، الفساتين السهرة القصيرة، وفي البريتا بورتي اللي شوي بنلبس على عدة مناسبات. أنا بدي أضيف شغلة بليز بالنسبة لنتحقق على القطع، بدي أقول إنه نحن ضد أو يعني ضد فكرة التقليد، فنحن بنشجع كثير الناس إنه نحن مش بس بنجيب قطع حلوة، متأكد 100% انه هني authentic original بالنسبة للجديدين والبراندز. الناس عندها خوف من الماركت، في سوق عالمي بيتداول بماركات التقليد، فنحن بنكفل وبنضمن ضعتنا وما عندنا مساومة على هالموضوع ابدا. نعم. فاذا في عندنا موديل جاهزة لنتعرف كمان على باقي التصاميم اللي موجودة بجراج لوكس. هون عندنا لوك مختلفة شوي روك، غير عن الفستان الطويل وهيك، فهون عم نشوف جاكيت بلما بليزر
بلما كتير مشهور ببليزرز تبعوله مع جينز بلما وكلاتش روبرتو كافالي. هيدا لنفرجي نحن الأنواع الألبس اللي عنا، يعني عنا من الفستان الطويل للسهرة أو للعرس، وعنا الأشياء ما فرجي كل الستايل يلي موجود مزبوط عندكم. مزبوط. كمان الشوز بتاخدوا الشوز كمان؟ ناخد يمكن الشوز أكتر شيء بيكون صعب إنكن تاخدوهم لأنه ناخدهم إذا ملبوسين مرة ومعقمين أو مش ملبوسين أبداً. يعني هول الشوز اللي بناخدهم إذا مستهلك ما بناخدهم، لأنه مستهلك أكيد بشكل كتير كبير. صح. كمان خبريني مينا، اليوم في موضوع كمان مهم مثل ما قلنا، السيدة تنبسط انه عم تشتري بسعر ارخص، بس انتم كيف بتاخذوا القطعه من السيده اللي عم تعطيكم القطعه كمان بشكل ارخص؟ يعني كيف بتوفي معكم؟ ليكي فكره جراج لوكس اجت هي لنعمل ربح للكل، يعني السيده اللي اشترت فستان قيمته بالافات دولارات اللي ما كانت قبل ترجع اي شيء منه، كان ما كان له قيمه بالخزانه عندها، انا عم رجع لها لو مبلغ محترم منه، بس اكيد ما فيني ارجع عليه كله أكيد. بس هذا الشيء بالنسبه الى ربح، وانا يعني انا الوسيط اذا بدك بينه وبين المشتري. هون مثل ما عم نشوف عنا اللوك الثاني كمان بليزر بلما باللون الذهبي مع جينز دي سكويرد كمان أوكي. لوك روك شوي، بس نفرجن عنا ستايلز متنوعه. نحن كيف عم بتحسوا الاقبال على جراج لوكس؟ لكن احنا بالاول الناس كان عندهم شوي شك بالموضوع، انه اللبنانيات والعرب شوي ما كتير متعودين على الفكره، فالكل كان يسالنا انه اللبنانيات عن جد بيقبلوا بيلبسوا مستعمل وبيجيبوا. نحن كان عندنا يعني وي بيليفد بهالفكره، ومع الوقت وكل يوم عن يوم الناس عن جد عم تخلينا اكثر تو بليف انه الفكره كثير عليها قبول، لانه النساء عم بلاقوها اتس ذا سمارت شوبينج، يعني عم تشتري بس مش عم تدفع عن جد يعني 5000 دولار على جزدين اللي بتقدر تاخده ب 2000 دولار، يعني فيها تشتري فكره ذكيه بهال فكره ذكيه، ولانه يعني عم بينحمل لوقت كثير قصير وعم بيرجعوا بدهم يغيروا اكيد، فهالشيء بسهل لهم. مينا ما بعرف انت قولي لي، يمكن دائما بنطلع بفكره جديده يمكن من خلال حاجه نحن بدنا اياها، فاكيد يمكن انتوا عم تلبسوا من هدول القطع يلي او التصاميم يلي عم بتكون أكيد. موجوده عندكم بكل فخر نحن بنلبس انا وكرم من من بنمثل البراند تبعنا جراج لوكس، ونحن من اول اشخاص بنقول انه هيدي القطع الحلوه كثير، انا كثير انه مش لازم تضل عنا لازم نلبسها، وصار شيء متوفر لكل العالم يرجع يلبسوا براندز فيري هاي اند براندز بسعر كثير منيح. اليوم لابسين من جراج لوكس؟ انا لابسه من جراج لوكس. شو لابسه اليوم؟ اي براند؟ لابسه ستيلا ماكارتني. حلو على فكره كثير حلو وكثير لبق لك، لبق كثير للستايل تبعك. مينا انا اليوم قفيت بس زعبرتي اليوم لازم تلبسي من جراج لوكس. خلص بوعدكم نكست تايم. طب خبروني اليوم على انستغرام، صرنا دائما بننطر الفولورز يزيدوا اكثر، في كومنتس عم بتكون اكثر، في حدا ضد الفكره؟ لهلا لا، ما حدا كان ضد الفكره ابدا، ما واجهنا هالشيء ابدا، بالعكس كثير الناس عم بشجعوا. يعني حلو، هذا دليل نجاح على كل حال جراج لوكس. خلينا كمان هلا نشوف الفساتين القصيره يلي عم تختموا فيها. هيدي اللوك الاخيره، هيدا فستان ويليامسون كمان لسهره او عرس. ماثيو ويليامسون هو الديزاينر. هذا الفستان مثلا جديد، حدا كان طالبه اونلاين وصل وما زبط على قياسه، عم ترجع تبيعه من خلاله. حلو، بسعر اكيد كثير ارخص من ما اشترته. وكمان اللون لونه كثير حلو، الشكل اللي دارج فيه. صح. كمان مهم النقطه يلي كنتوا عم تذكروها، تكون القطعه دارجه هلا، مش انه تكون لها فتره زمان موجوده عندكم. في قطع عم بتطول عم تكون بتبطل مدتها؟ لكن بالاجمال ما عم ناخد هيك شيء، يعني صارت قليل معنا، ما في شيء طال كثير. عم نشوف فستان ثاني كثير حلو، هيدا من المصمم اللبناني رامي قاضي. اوكي رامي قاضي، يعني فستان كثير حلو، يعني بتحسي هيك قطع عن جد حرام تقعد بالخزانه اذا حدا ما حيرجع يلبسها. صح، بتحس الشغل لانه بعده عن جد كثير نظيف وكثير جديد، وهذا الموديل ما صح. بيبطل. صح، يعني كل فتره كل سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه بنضل عم نشوف مزبوط هيدا التصميم. مزبوط،
حلو كتير. فأذن هذا التصميم شو مشاريعكم الجديدة اللي عم بتحضروها اليوم بجراج لوكس؟ هل في أفكار جديدة عم تطرحوها؟ نحن أساس فكرتنا هي الأونلاين، يعني حنكون ويب سايت we can ship around the world. وهيدا الشيء هلأ إن شاء الله سون حنطلع أونلاين ونقدر تشيب يعني around البلاد العربية ويوروب كمان إن شاء الله. كل التوفيق أكيد لكم. مينا بتحب تقولي كلمة أخيرة؟ بحب أقول كلمة أخيرة إنه نحنا فينا نوصل للعالم العربي، واللي حاب فكرتنا في توجه لعنا على مكتبنا وعلى شورو متاعتنا بالداونتاون بشارع إرغوي، وفين تواصلوا معنا عبر الإيميل والفيسبوك والويب سايت جاش لوكس فاشن. Thank you so much. أهلا وسهلا فيكم وكل التوفيق لكم، وإن شاء الله كمان بتكونوا بضيافتنا تنحكي عن مشاريع جديدة عم بتقوموا فيها، لأنه عن جد الفكرة كتير حلوة. وأنا أكيد أنه كل سيد اليوم رح تخلص هلأ بغري جراج لوكس انستغرام فيسبوك كل السوشيال ميديا لألكون. وبدي اذكر كمان كل المشاهدين انه ما ينسوا كمان يتواصلوا معنا عبر كل شبكات التواصل الاجتماعي اللي دائما بتمرق على الشاشه. انا بودعكم هلا مشاهدينا، وبتمنى تتابعونا بكره بحلقه جديده من ببيروت مباشره من اسفق بيروت. باي.